واحدة قفزت في النيل فغرقت هربا من متحرش، أخرى قررت أن تنشر صورته على الفيسبوك، وآخرون سحلوه في الشوارع. فأي مصير ينتظر المتحرشين فيك يا مصر؟ أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يجهر بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاتها. رافضو الانقلاب العسكري يتظاهرون في القاهرة والمحافظة تحت عنوان معا ننقذ مصر، والأمن يشن حملة دهم واعتقال في قرى ناهية بالجيزة والميمون ببني سويف والمهاجرين بالإسكندرية. أهالي بالشرقية يسحلون شخصا اتهموه بالتحرش، وفتيات ينشرن صور متحرشين على الفيسبوك، وتنظيمات مدنية تنشر فرقا لمكافحة الظاهرة. فهل ينجح المجتمع في علاج مشكلات عاجزت الدولة عن حلها، أم أنها أولى خطوات الفوضى؟ أوباما يعرب للسيسي عن قلقه من المحاكمات الجماعية، وصحيفة كريستيان ساينس مونيتور تقول إن العلاقة بين واشنطن والقاهرة عادت لطبيعتها قبل ثورة يناير. فما هي محددات علاقات البلدين، وما الذي يريده كل طرف من الآخر؟ مصر في العالم الموازي، هاشتاج جديد أطلقه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تصورهم لمصر التي يحلمون بها. فما هي أحلام الشباب لمصر؟ اهلا بكم مشاهدينا في مستهل مصر الليله، ورحب ايضا بزملائي في تقديم البرنامج حسام يحيى في مواقع التواصل الاجتماعي. حسام اهلا بك. اهلا زين. عمر فياض يقرا موجز الاخبار. اهلا عمر. اهلا بك فضل. زين شكرا لك، واهلا بكم مشاهدينا الى هذه الوقفه الاخباريه. قال مصدر بمديريه امن الاسكندريه ان انفجارين محدودين وقعا بمحيط قسم شرطه رمل ثاني، ولم يعلن المصدر اي تفاصيل عن الحادث. وفي الإسكندرية أيضا اقتحمت قوات الأمن مجددا قرية المهاجرين بالمنتزة عقب صلاة الجمعة، واعتقلت عددا من أبنائها وفق شهود العين. كما أفاد شهود عين للجزيرة مباشر مصر بأن قوات الأمن اعتدت بالخرطوش وقنابل الغاز على مسيرة لرافضي الانقلاب في قرية الميمون بمحافظة بني سويف. كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن احتجاز قوات الأمن لأكثر من 600 طفل في ظروف صعبة، وأوضحت الصحيفة أن الأطفال المحتجزون في سجن تحت الأرض تابع لمعسكر قوات الأمن المركزي في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس، وذلك بحسب الصحيفة. وأضافت أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و17، ويواجهون اتهامات بالانضمام لمجموعات إرهابية وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الشرطة. أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد الثلثي بنادي القضاء، أعلنت فوز المستشارين أحمد عبد الفتاح وسامح السروجي بالمقاعد المخصصة للنيابة العامة بمجلس إدارة النادي. وبهذه النتيجة تكون قائمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء قد فازت بالكامل في الانتخابات، وذلك بعد أن فاز 3 مرشحين على قائمة الزند بعضوية مجلس إدارة النادي بالتزكية. هذا وتعقد الجمعية العمومية جلستها عقب إغلاق باب التصويت. هذا كل ما ورد إلينا حتى الساعة، والآن نعود للزميل زين لاستكمال مصر الليلة. إليك زين. شكرا جزيلا عمر فياض، ونعود إليك على رأس الساعة لمزيد من الأخبار. نتوقف سريعا كالمعتاد مع حسام يحيى في محطة التواصل الاجتماعي ليعرف المشاهدون ماذا سنناقش في مصر الليلة وكيف يمكن أن يناقشوه معنا. حسام. نعم زين، مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك عبر كتابة تعليق أو تغريدة مسبوقة بذات الهاشتاج. كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر كتابة تعليق على النافذة الرئيسية للقناة على الإنترنت مباشر -مصر.الجزيرة.نت. ونستعرض الآن ما لدينا في الساعة الأولى من مصر الليلة وكعادة كل ليلة.
استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري في جمعة معا ننقذ مصر استعدادا لفعاليات ذكرى ثورة يناير، والأمن يداهم قرية المهاجرين بالإسكندرية ويعتقل عدد من المصلين داخل مسجد القرية. وفي الشق الثاني من الساعة نناقش أيضا انتشار ظاهرة مواجهة التحرش بطرق خارج نطاق القانون، سواء بسحل المتحرشين أو بتصويرهم وفضحهم فيما بعد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. برأيك هل تنجح تلك الوسائل في الحد من هذه الظاهرة؟ إذن هذه التساؤلات وغيرها في الساعة الأولى، ولدينا المزيد على رأس الساعة الثانية، فلا تنسوا إثراء النقاش عبر صفحتي البرنامج عبر فيسبوك وتويتر، وذلك من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. ليك زين. شكرا حسام. جمعة أخرى تضاف إلى نحو 80 جمعة منذ انقلاب 3 يوليو، فهل أضافت جديدا لرصيد معارض الانقلاب وهل خصمت من رصيد السلطة؟ التحالف الوطني لدعم الشرعية دعا أنصاره إلى مواصلة الاصطفاف والحشد في مستهل أسبوع ثوري تحضيري لموجة 25 يناير الهادرة على حد قوله، وذلك تحت شعار معا ننقذ مصر، قائلا إن الثورة المصرية تتهيأ لمرحلة نضالية محورية وستثبت للعالم أجمع أن إرادة الشعب المصري عصية على الانكسار، مؤكدا أن الانقلاب العسكري يمتلك أسباب سقوطه بعدما عاد دولة الفساد بنفس الوجوه القديمة التي تبيع الوطن وتفقر الشعب وتمرضه وتغتني على حسابه. في المقابل واصلت قوات الأمن عمليات الاعتقال والمداهمة التي لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري، بل ووصلت اليوم إلى القرى المصرية. فهل يسهم الحراك الثوري في الشارع في التجهيز لموجة جديدة من الثورة في 25 يناير المقبل؟ وإذا كان هذا هو جهد معارض الانقلاب العسكري، فماذا عن جهد الآخرين الذين يريدون استكمال ثورة يناير؟ وإن لم يكن فهل هنالك مسار بديل؟ تحت شعار معا ننقذ مصر، خرجت مظاهرات الجمعة في أغلب محافظات الجمهورية فيما يبدو أنه صار تقليدا لا يمل معارضو النظام من تكراره طوال نحو 18 شهرا هي عمر الانقلاب العسكري. من الريف إلى الحضر ومن الصعيد إلى الدلتا إلى أحياء القاهرة الراقية، خرج معارضو الانقلاب في طقسهم شبه اليومي هاتفين بسقوط حكم العسكر وعودة المسار الديمقراطي، ممثلا في الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كانت صوره حاضرة بقوة في أيدي المتظاهرين. شارات رابعة العدوية كانت أيضا حاضرة لتؤكد إصرار المتظاهرين على المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في ميداني رابعة والنهضة. وصور رابعة نرفعها في كل مكان، بتفكرهم بمجازرهم اللي قتلوهم في رابعة، واحنا شهداء مش هننساهم، احنا ما بيننا وما بينهم دم. في القاهرة خرجت مظاهرات الجمعة في مناطق المعادي وحدائق حلوان وعزبة النخل والمطرية وغيرها. وفي الجيزة خرج المتظاهرون في المهندسين وفي شارع الهرم وانبابة والسادس من أكتوبر والوراق والمنصورية وأوسيم وغيرها أيضا. الحال نفسه كان في أغلب المحافظات كما في المنوفية والشرقية وبني سويف والمنيا وغيرها من محافظات الصعيد، لكن مظاهرات الجمعة لم تخلو من اعتداءات قوات الأمن على معارض الانقلاب العسكري، كما حدث ذلك في مظاهرات المنيب بالجيزة والزقازيق بالشرقية والميمون ببني سويف، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على المتظاهرين. وفي مظاهرات أخرى أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي واعتقلت عددا من المحتجين، كما حدث في مسيرة بحي المهندسين بالجيزة. نحو عام ونصف من الاحتجاجات المتواصلة ضد سلطة الانقلاب العسكري، احتجاجات لا يبدو أنها ستتوقف في المدى القريب، وخصوصا مع اقتراب الذكرى الرابعة لثورة يناير ضد نظام مبارك، الذي يرى معارضو الانقلاب أن النظام الحالي ليس سوى امتداد له. حول هذا الموضوع يدور الحديث في هذه الفقرة من مصر الليلة، وأرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ وائل قنديل رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد اللندنية، أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد منير، أهلا وسهلا بكما. وسينضم إلينا ضيوف آخرون في ثنايا الحوار، وأبدأ بك أستاذ وائل قنديل. تحالف دعم الشرعية في بيانه يتحدث عن
ثورة هادرة في 25 يناير، وأن ما يجري في الشارع الآن هو نواة لهذه الثورة. الدكتور عمرو دراك في حديثه من اسطنبول كان يتحدث عن آليات إسقاط الانقلاب العسكري، يعتبر ما يجري في الشارع هو نواة لإسقاط الانقلاب العسكري، وأن ذلك أمرا سيطول، ليس اليوم أو غدا. هل ما يحدث فعلا الآن بهذا الحجم الذي نراه بتمدد قوات الأمن إلى داخل القرى المصرية، وهو لم يحدث تقريبا في السنة ونص اللي فاتت غير الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين اللي فاتوا، هل هذا ينبئ بأن فعلا هنالك ثورة هادرة على الأبواب؟ شوف، يعني الحجم اللي احنا بنتحدث عنه احنا ما نقدرش نقيمه بشكل موضوعي، ولكن لان في تعتيم عليه وفيه استهداف، يعني في استهداف لاي صحفي او اي اعلامي بيحاول يصور هذا الحراك بيقنص يعني او بيقصى، وبالتالي هذا الصمود للناس لمدة سنة ونصف في ظل هذه الآلة القمعية الشرسة وفي ظل هذه الألسنة الحداد التي تسخر من هؤلاء وتسفه هؤلاء وتزدري هؤلاء وتمارس عنصرية سخيفة للغاية ضد هؤلاء، ومع ذلك ما زال هؤلاء قابضين على الجمر. وبالمناسبة الشعارات المرفوعة لا تختلف كثيرا عن شعارات ثورة 25 يناير. يعني أنا مثلا لما أجي أنا بقول أنا طالع مناهض لإنقلاب عسكري بالضرورة لكي أكون متسقا مع ذاتي، فأنا أطالب بإزالة أثار هذا الإنقلاب العسكري. كانت هناك لحظة تم الإنقلاب عليها، هؤلاء بيطالبوا بإعادة هذه اللحظة، وهذه اللحظة بالمناسبة بكل ما فيها من عيوب وأخطاء ومزايا وغيره هي نتاج أو تبلورت عن 25 يناير. هذا كان المكتسب الوحيد من 25 يناير، أننا يعني ذهبنا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية واخترنا ناس عندنا أراء فيهم، بقى حد شايف من لم يكونوا على المستوى أو كانوا أقل من التوقعات أو ولكن في النهاية أنت كنت بصدد أول شرعية لثورة 25 يناير، لأول إفراز لثورة يناير بيسفر عن رئيس وعن مجالس نيابية وما إلى ذلك، تم الانقضاض عليها. وبالتالي لما بيخرج واحد أو مجموعة أو عشرة أو آلاف أو مئات أو وبيطالب بإعادة المسار الديمقراطي الذي تم الانقلاب عليه، فهو هنا ليس معبرا عن فصيل سياسي واحد. وأنا يعني هذا التنوع اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الحراك اللي أنا شايفه يعني على مدى جمعة كثيرة، من الظلم أن نقول أن هؤلاء فقط الإخوان المسلمين أو تحالف دعم الشرعية. لا، يعني أنا في حدود معلوماتي الشخصية هناك فئات وطوائف عديدة من الشعب المصري بتخرج كل جمعة. في ناس بتطلع تتظاهر لوحدها، أسر لوحدها، بالإضافة إلى أنه الفترة التي تلت حكم إعادة دولة مبارك وإدانة ثورة يناير اللي هو تبرئة النظام كله وإدانة الثورة أسفر عن أن فيه نوع من التواصل ومحاولات التوافق الثوري وإعادة الاصطفاف مرة أخرى، وفي فعلا نتائج مبشرة للغاية في مصر وفي خارج مصر بأن لا، يعني الناس أيقنت بهذا الحكم الأخير أن المعادلة واضحة جدا الآن، هذا انقلاب على ثورة 25 يناير، هذه الثورة مضادة محمولة فوق انقلاب عسكري، وبالتالي كل من يخرج لمواجهة هذا ويدفع الثمن من حياته ومن حريته ويعني الأهوال والفظائع التي سمعنا عنها عن الاغتصابات داخل المعتقلات والسحل وبالتالي هؤلاء طفل في هؤلاء فعلا في ثلاجات تقريبا، صحيح، هؤلاء هم أخلص خلصاء الثورة المصرية. أستاذ محمد، بصرف النظر عن كونهم بقى يعني مش لابسين جينز مقطع ومش لابسين كده، لا، بس هؤلاء ثوار حقيقيون. طيب إذا لم يكن لل 15 أو ال 12 أو ال 16 شهر اللي فاتوا أو ال 18 شهر اللي فاتوا منذ الانقلاب العسكري من حسنات للثورة المصرية، هو تثوير قطاع من المجتمع كان خصومه يتهمونه دائما بأنه غير ثوري. يعني لما نشوف بنت بترسم على الحيطة وبتكتب يسقط حكم العسكر وخارجة وبتشيل بأختها ولا بتمشي مع أختها في مظاهرات، هو ده كان موجود قبل كده؟ مش ده كويس ولا مش كويس للحركة الثورية المصرية؟ زي الفل. بس يعني أنا بس عاوز أقول حاجة لأستاذ وائل، يعني عندما أتحدث عن ثورة هادرة وأريد أن أغير الواقع فيجب أن أرصد الصورة بشكل واقعي وليس بشكل يتواكب مع الأماني بتاعتي، حتى لا أقع في المحظور أن أنا بقى راسم أمان محددة وأكتشف أن الواقع بيصدمني. أنا يعني لا أريد أن يفهم كلامي
كما بدأ الأستاذ وائل بأننا من الذين يتهكمون أو على هؤلاء، لا أنا مش أنا ده أنا بالعكس أنا بأمن نفسي، بأمن نفسي من البداية إن أنا إيه يعني أنا لا أتهكم على أي، لو فرض إن في اتجاه مكون من ثلاث أفراد فأنا من المؤمنين بحقه في التعبير عن نفسه بكل أوجه دوات الاحتجاج والتعبير. ولكن عندما أتحدث عن ثورة هادرة مثل ما حدث في 25 يناير، أنا نتذكر أن 25 يناير لم تكن ثورة الأجندة الواحدة، ولكن كانت ثورة العديد من الاتجاهات. بس 25 يناير ما كانتش ثورة هادرة في بدايتها. يعني عندما بلاش مثل 25، عندما أتحدث عن ثورة هادرة فلا توجد ثورة هادرة، هي ثورة الأجندة الواحدة. ما زالت المجموعات بتاع التحالف والثورة هي ما زالت حتى الآن تعمل في إطار أجندة واحدة. حتى في التراكمات، ما فيش ثورة من غير تراكمات قبلين. حتى في التراكمات في العام في 18 شهر زي ما قال الأستاذ زين اللي فاتوا، إضرابات عمال المخابز، إضرابات عمال الصرف الصحي، إضرابات فئوية في المصانع، إضرابات عشان الأجور في اللي هم كانوا بيوزعوا العيش وإلى آخره. النهاردة الصبح كان في إضرابات بالمعنى ده. التحالف ما قدمش في أدبيات، وما هو أصل السياسة مش مظاهرات بس، السياسة فيها أدبيات، فيها أوراق بتتقدم، فيها وجهات نظر. ما قدمش في أدبياته أي رؤية للوضع اللي موجود. هو مسنطر عند نقطة واحدة، أن الحاكم الآن حاكم مغتصب للحكم، غير شرعي انقلابي، وأنه يجب إسقاط هذا الانقلاب وعودة الشرعية مرة أخرى. على دماغي من فوق ده كلام. طب إيه اللي قدمه ناس تانية؟ ما هو كلمة بقى الناس التانية بتذكرني يا أستاذ زين زمان في من 10 سنين عندما كانت مصر تعج بالأحزاب الانتهازية وكانت تحضر احتفالات وتعمل بتاع، فنيجي نعرضهم يقولك طب وانت عملت ايه، انزل الشارع وريني نفسك. الحكاية ما تتحسبش كده خالص، واصله ولا مش تحسبش مظاهرات بس، الناس التانية موجودة والناس التانية قاعدة بتدرس الواقع والناس التانية قاعدة بتقدم وجهات نظر. وما تنساش ان احنا في مرحلة ردة في هذا الوقت، احنا في مرحلة ردة يعني ناس تانية لم يفعلوا انما يفكرون، يعني لا 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 لا, لا برضو مش موضوع تفكير. هم بينزلوا الشارع وبيتعرضوا لبعض المشكلات، ولكن ليس بالضرورة بنفس الشكل. طيب انتوا اذا يعني الناس، مش هكلم انا مش هقول مين ومين يعني، لكن اذا كان هنالك من لا يرى في التظاهر وحده كافيا، ايه المسار الاخر، ايه المسار البديل؟ يعني المفروض الناس تعمل ايه اللي هم مش عايزين الوضع كما هو عليه يستمر على 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 يستمر الحال على ما هو عليه، وعايزين تغيير وعايزين مصر تعود الى مسار ديمقراطي، يعني المفروض يعملوا ايه؟ ايه المسار الثاني غير ان انت تقاوم الانقلاب العسكري؟ بيقاوم، ايوه ماشي. هو يعني برضو ما تفهمش كلامي ان انا ضد اللي بينزلوا يتظاهروا ضد النظام الحالي تحت تسمية مقاومة الانقلاب العسكري، تحت تسمية الاحتجاج، تحت ما كل واحد له منطلقاته. ما أنا شخصيا ضد النظام القائم، بس مش من نفس منطلقات اللي نازلين دلوقتي، ولكن على أو اللي بتوع التحالف الشرعي هم ضد هذا النظام باعتباره مغتصب للسلطة. ما عندهمش رؤية نقدية لهذا النظام، هم معتبرينه خلاص أجرم الجرم العظيم انه اغتصب السلطه. لا هو بس مش بيقول كده، هو بيقول ان هو اعاد وجوه النظام القديم، وان هو يعني بيفقر الشعب ويمرضه ويجوعه ويغتني على حسابه. يعني هو مش بس ان هو بيقول ان هو مغتصب للسلطه، ان هو مغتصب للسلطه وفاشل وفاسد، يعني دي وجهه نظر نقديه، ما تقليش انت تختلف مع ده وقاتل وقبل هذا وذا قاتل. وما بيقولش كمان بمناسبه الواقع، ما بيقولش في التحالف هذا البيان الاخير على الاقل وحديث الدكتور عمرو دراج بالامس، ما بيقولش انه فيه سقوط للانقلاب بكره او ان الانقلاب يترنح او شيء من هذا القبيل. يقول ان هذا نضال طويل وانه ساعه الحسم لم تحن بعد لكنها قريبه. طب انت تتحدث خطاب سياسي واقعي ولا مش واقعي؟ كويس بتحدثني عن بيان دلوقتي بيراعي بعض الامور المحيطه، وانا احدثك عن بدايه ما انت بدات به البرنامج دلوقتي الان، والمظاهرات والاحتجاجات اللي موجوده في الشارع. انا 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 موضوع مش منقول لي من الخارج، انا لسه جاي بقاليش 30 يوم من مصر. يعني علاقه المتظاهرين
في التحالف وعلاقة مظاهرات يوم الجمعة بغالبية أو السواد الأعظم من الشعب المصري علاقة تكاد تكون مقطوعة، لأنها لا تقدم أي شيء أو لا تقدم أي علاقة مع هموم هذا الشعب ومشكلته. أرجو تبقى معي أيضا عبر الهاتف من قرية الميمون بمحافظة بني سويف الصحفي محمد السيد، وقوات الأمن كانت قد اقتحمت هذه القرية اليوم. محمد أهلا وسهلا بك، احكي للمشاهدين لو سمحت ماذا حدث في قرية الميمون. نعم، اليوم عقب انطلاق مسيرة شعبية في قرية الميمون كانت تندب بالاقتحامات المتوالية على هذه القرية. بعد هذا انطلاق هذه التظاهرة بنحو تلك ساعة تقريبا تواجدت قوات الأمن من الجيش والشرطة، كانت هناك نحو 20 عربة من الجيش والشرطة، هاجمت المتظاهرين وأطلقت عليهم الغاز والخرطوش والرصاص الحي. نتحدث عن 15 إصابة بينهم 3 إصابات فوق المتوسطة وإصابة خطرة، تم نقلها إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج. دعني أشير زين العابدين إلى أن هذا هو الاقتحام الخامس لقوات الأمن من قبل قوات الأمن لهذه القرية، قرية الميمون التي عرفت بكونها أكبر قرى المحافظة بني سويف الرافضة لهذا الانقلاب العسكري. كان الثلاثاء الماضي شهدت هذه القرية أيضا اقتحام من قبل قوات الأمن وتم محاصرتها لنحو 13 ساعة الى ان تم اخلت قوات الامن ورفعت حصار عن هذه القريه بعد ان اعتدت على بعض اهالي القريه واعتقلت نحو 8 من اهالي هذه القريه. اشكرك محمد السيد من قريه الميمون، شكرا جزيلا لك، صحفي في بني سويف. في الاسكندريه اعتقلت قوات الامن العشرات خلال اقتحامها لقريه المهاجرين بالمنتزه، فيما اعلنت مصادر امنيه انفجار عبوتين في محيط قسم شرطه ثاني الرمل، وبالتزامن مع هذا خرجت 16 مسيره مناهضه للانقلاب العسكري في الاسكندريه. هنا بقرية المهاجرين بالمنتزه شرقي الإسكندرية اصطفت مدرعات الشرطة منذ الصباح، وعقب صلاة الجمعة اعتقلت عددا من المصلين قبل انطلاق مسيرة مناهضة للنظام الحالي. بعد اقتحام قرية المهاجرين للمرة الثانية خلال 5 أيام تم إحراق حافلة نقل عام غربي الإسكندرية، وهو الحادث الذي تبنته مجموعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الشعبية ردا على اقتحام قرية المهاجرين بحسب ما جاء في تغريدة على حساب يحمل اسم المجموعة على موقع تويتر. المجموعة نفسها تبنت تفجير عبوتين ناسفتين في محيط قسم شرطة ثاني الرمل. الإسكندرية وحدها شهدت أكثر من 16 مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري خرجت عقب صلاة الجمعة. أما غربا في منطقة غيط العنب خرج مناهضو الانقلاب في مسيرات جابت شوارع المنطقة. المشاركون في المسيرة طالبوا بالإفراج عن المعتقلين. أما منطقة الرمل فشهدت خروج عدة مسيرات غاضبة جراء أحكام البراءة التي حصل عليها مبارك ورموز نظامه. المتظاهرون رفعوا لافتات ساخرة قالوا إنها تعبر عن الواقع الذي تعيشه مصر بعد 30 من يونيو. وفي سيدي بشر شرقا انطلقت مسيرة شارك فيها النساء والأطفال والشباب، وتجمعت أصواتهم في هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر. لم تكن منطقة العصافرة بعيدة عن مظاهرات الجمعة، فشباب حركة ألتراس ثورجي نظموا مسيرة رفضا لما وصفوه بقمع الشرطة للمعارضة، وردد الشباب هتافات مناوئة للشرطة. وفي برج العرب تظاهر بعض الأهالي ضد ما وصفوه بسياسات الحكومة التقشفية، ورددوا هتافات منددة بغلاء الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية. وينضم لنا من الإسكندرية عبر الهاتف معتز، أحد شهود العيان على اقتحام الأمن لقرية المهاجرين بريف المنتزه، ودي المرة الثانية معتز التي تقتحم فيها القرية في خلال خمس أيام. إيه المشكلة؟ ما هي مشكلة الأمن مع قرية المهاجرين؟ أولاً مشكلة الأمن مع قرية المهاجرين مشكلة منذ بداية الانقلاب، بل من قبل، من ثورة يناير، لأن القرية شاركت بنسبة 95% من شبابها ورجالها في ثورة يناير. دي المرة الرابعة بعد الانقلاب اقتحام قرية المهاجرين. النهاردة وإحنا بنصلي الجمعة مدرعات جيش وبحرية وشرطة اقتحموا المسجد القرية واعتقلوا المصلين، إصابات بالخرطوش،
اقتحموا مصلى النساء، ضربوا عليهم غاز، في اعتقال اكثر من 10 معتقلين من القريه بل من الممرين على اطراف القريه، حصار تام للقريه. دلوقتي القريه فيها حظر تجوال اجباري، الداخليه عامله لها عمليه حصار تام من جميع المداخل والمخارج للقريه. ده وضع الموجودين النهارده. ولكن يعني ما ان ترحل القريه، ترحل الداخليه حتى يعود الشباب ويتظاهرون وسط القريه صامدين مرددين هاتفين ضد حكم العسكر. هل كان في مظاهرات النهارده ولا هم يعني استبقوا المظاهرات باقتحام القريه قبل اثناء صلاه الجمعه؟ النهارده ما كانش في مظاهرات هتتعمل، ولكن باقتحامهم لمسجد القريه المره الثانيه، اول مره اقتحموا فيه المسجد سرقوا فيه مكبرات الصوت. احنا الى الان مسجد القريه، مسجد حذيفه بن اليمان، ما فيهوش مكبرات صوت، سرقوا مولدات، دخلوا المسجد وسرقوا مكتبته العلميه. الى النهارده الشباب طلعوا ردا على اقتحام المسجد واعتقال اكثر من 10 من ابناء القريه. طيب كان في كمان حرق اتوبيس نقل عام، هل المتظاهرين علاقه بذلك؟ الحرق اللي حصل يعني لا ندري عنه شيء، حصل في غرب الاسكندريه والمهاجرين في الشرق، فلا ندري هم ثوار ارادوا الانتقام لما في الاسكندريه ام مجهولين ام ماذا. شكرا جزيلا معتز، احد شهود العيان في قريه المهاجرين. شوف ايضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف تابعوا المظاهرات التي خرجت اليوم يوم الجمعة، تقريبا دي الجمعة 76 منذ الانقلاب العسكري تقريبا. نشوف مع زميل حسام يحيى. حسام تفضل. نعم زين. للأسبوع 76 يتواصل الحراك الثوري المناهض للانقلاب العسكري في جميع المحافظات، ويتواصل معه أيضا صداه على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ الآن باستعراض بعض من التعليقات التي وردت عبر فيسبوك مصر الليلة. نبدأ بحساب لؤي بيقول: يا عم انت هو ما زهقتوش مظاهرات، ارحمونا بقى. هذا التعليق من لؤي. أيضا أسامة بيرد عليه بيقول: أقول الانقلاب يجب أن تقرأوا التاريخ، فلا يوجد حركة طلابية انهزمت في تاريخ البشرية من وجهة نظر أسامة. أيضا حمادة بيضيف: قرية المهاجرين بالإسكندرية تسطر تاريخها على غرار جمهورية زفتة. نعم قرية ولكن بألف مدينة. نعم العزة والكرامة ليها رجالها من وجهة نظر حمادة. أيضا حساب مصطفى سرحان بيقول: كلما زاد القمع زادت حماستنا وقوتنا والإصرارنا على الحق. والتعليق الأخير من فيسبوك مع محمد: مدام هناك قمع بالطبع يستمر الحراك الثوري وكل يوم في زيادة، من وجهة نظر محمد. وننتقل إلى تويتر. خيري بيقول: الثورة مستمرة مهما بلغت التضحيات، ولن يقبل شعب ذاق الحرية طعما للعبودية. والتغريدة الأخيرة من أحمد: مهما يزيد بطش السجان قدام صوتي يكون جبان. بالطبع هذا أحد الهتافات في المظاهرات. ونعود إليك زين. شكرا جزيلا. وفي حركة طلابية هزمت في التاريخ، حركة الطلاب في الصين ميدان السلام السماوي. أشكرك شكرا جزيلا. طيب. حسام يحيى. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ وائل قنديل والكاتب الصحفي الأستاذ محمد منير. أستاذ وائل، يعني هنبدأ بالسؤال، يعني ليه التحالف دعم الشرعية بيعتبر أن الفعل الثوري الوحيد هو التظاهر؟ طيب يعني هذا النظام جيب التظاهر بالمناسبة. يعني النظام الانقلاب جيب التظاهر، وبالتالي ما هي الآلية؟ يعني هل يعني الرجل ملتزم بتظاهر سلمي حتى هذه اللحظة؟ هل المطلوب من تحالف دعم الشرعية أن يدعو لحمل السلاح مثلا؟ يعني بديل التظاهر هو العنف. يعني في عصيان مدني، في هؤلاء يتظاهر طريقة لإسقاط انقلاب عسكري، يعني ممكن الجزيرة تعملها فيلم. جيد جدا. بس خلينا واحنا بنتكلم عن تحالف دعم الشرعية، من بقي من تحالف دعم الشرعية في تكوينه الأول الآن؟ يعني غالبا 80% من قياداته المعروفه خلف الاسوار او خرجت خارج مصر، ومن يقود الان هو الجيل الثالث من القيادات، شباب بيجتهدوا وبيحاولوا فيما يسكت الاخرون في حقيقه الامر. انا بس عايز اشير الى فكره انه ما فيش رؤيه نقديه اي رؤيه نقديه في هذا النظام، بيتعامل بلغه الدم فقط، بلغه القتل. المبادرات كانت موجوده بالمناسبه حتى ما قبل مذبحة رابعة العدوية، وكان في مداولات وكاترين أشتون بتيجي، وفي وفود من الاتحاد الأوروبي وبتقابل الناس وبتروح بأفكار، وكانت ترفض هذه الأفكار. ولعل في استقالة محمد البرادعي المدوية ما يقول أن هذا النظام لم يكن راغبا في شيء إلا
أن يحدث مجزرة لكي تكون عبرة لمن يعتبر، ومع ذلك لم يعتبر هؤلاء، وما زالوا في الأسبوع 76 يخرجون في هذه التظاهرات. الأجندة هذا الحراك لا غبار عليها أطلاق. هو بيقول أنا أريد إسقاط هذا النظام، أريد إسقاط الانقلاب، ولا أعتقد أن ثوريا حقيقيا أو حد بينتمي بالفعل إلى ثورة 25 يناير يرفض هذه الشعارات، خصوصا مع مضي الوقت بيتضح أكثر وأكثر. يعني أنا قد أتفهم أن في البدايات كان البعض يعني موهوم أو مخدوع بفكرة أن هذه موجة ثورية أو إصلاح مسار ثورة 25 يناير. مع الوقت لم يعد أحد يملك عقلا وضميرا الآن يمكن أن يجادل في أن ما جرى في 30 يونيو و3 سبعة كان انقلابا على ثورة 25 يناير قبل أن يكون انقلابا على حكم محمد مرسي والإخوان المسلمين، كانت ثورة مضادة بامتياز. وبالتالي أنا يعني أعول كثيرا على هذا الحراك وعلى هذا الصمود. وكما كانت 25 يناير مجرد يعني مجموعة دعت لتظاهر يوم ذكرى أو يوم عيد الشرطة للمطالبة ببعض الأشياء، وكانت هناك سخرية أيضا من مثقفين مصريين ومن يعني أنا أذكر أن الدكتور جلال الأمين سخر يعني سخرية شديدة جدا ليلة 25 يناير من هذه الدعوة، وقال يعني كده. ومع ذلك فاجأ ناس كثير قالوا مصر مش تونس، وقالوا احنا ملناش دعوة، وفي فاجأ المصريون يعني نسب للدكتور عصام العريان احنا ملناش دعوة بالضبط كده. ومع ذلك حدثت هذه، يعني هؤلاء يمثلون الذين تراهم في الشوارع والمدينة الآن، هؤلاء هم الشعلة التي بقيت مضيئة في يعني في اذا طيب. يعني وبالتالي اذا جاء تيار جارف وتلامس مع هذه الشعلة ستتحول الى ثورة. المطلوب الآن من القاعدين امثالنا ومن المغتربين امثالنا اما ان يقدموا هم الرؤية النقدية او الطرح البديل او ان يكفوا ألسنتهم عن هؤلاء. يعني هؤلاء نشكرهم جميعا على انهم يقودون هذا المصري اللي تم حله في بحكم المحكمة الدستورية أو بفعل الانقلاب العسكري، يعني في غرفة من البرلمان حلت بالمحكمة الدستورية وفي غرفة حلت بالانقلاب العسكري. هل إعادة عقده في تركيا ده يعتبر تفكير خارج الصندوق ولا يعتبر يعني في الواقع يعني عبث كما يقول آخرون؟ لا، أنا لن أقول عبث ولن أقول إبداع. أنا رهاني الوحيد شخصيا على الناس اللي في الداخل في مصر. يعني أنا يعني لا أعول كثيرا على مبادرات الخارج ومقترحات الخارج، لا. هذا الصمود من الناس، يعني هؤلاء الذين يخرجون وهم يعلمون أن ينتظرهم إعدام، أحكام بالإعدام إذا قبض عليهم وحكموا أو إذا اعتقلوا وألقي بهم في السجون، مصير النساء منهم اغتصاب ومصير الرجال منهم تعذيب، ومع ذلك بيخرجون وبيتنامى العدد. يعني لا تستطيع أن تقول أن هذه الجمعة أقل من الماضية أو الماضية أقل مما قبلها، لا، في تنامي لهذا الحراك. وفي بعد لا نستطيع الحقيقة أن نحدد لأنه ما فيش حرية تصوير في مصر، فنحن ما نعرفش يعني العدد بقى علمه عند ربي سبحانه وتعالى. لكن أستاذ محمد منير، طيب يعني هؤلاء الناس هنفترض يعني هم في الآخر هيطلعوا، يعني في اللي مقتله صديقه، اللي مقتله أخوه، اللي مقتله أبوه، اللي أخته في السجن، في أسباب حقيقية تخلي الناس تخرج. فأنت ما ينفعش تقول إن التظاهر ما ينفعش، لا، في ناس هتخرج تتظاهر مفيش مشكلة. طب إيه البديل؟ يعني ما أنا ما حضرتك بتقول إن احنا عايزين، هل المطلوب أن نتعايش أو يتعايش المصريون مع هذا النظام؟ لأن ده أسهل الحلول إن الناس تتعايش وخلاص، ولا ايه اللي المفروض يحصل طالما احنا الناس هتفت في 25 يناير وقالت الشعب يريد اسقاط النظام؟ هي بقت صعبه ليه كلمه اسقاط النظام دلوقتي يا استاذ زين؟ المصريين عليهم ان يرفضوا او يؤيدوا هذا النظام بحريتهم باجندتهم وليس لحساب اجنده الاخوان. يعني اجنده الاخوان، ما انا بس هقول لك، يعني هو الاستاذ وائل تحدث عن يعني اللي ما بيشوفش من الغربال، بمعنى ان 30 يونيو هي انقلاب على 25 يناير. لا ده انا هقول له ابعد من كده، ده الانقلاب على 25 يناير بدا من بدري قوي، منذ تولي المجلس العسكري شؤون البلاد، مرورا بمرحله حكم مرسي، نهايه بالانقلاب على الانقلاب. يعني هي قصه المؤامره باديه من بدري في 25 يناير. فكره برضو ما تحدث عنه المتظاهرات السلمية، أنا قناة الجزيرة من القنوات التي أحترمها وتنقل الصورة طبقا للإمكانيات الضيقة المتاحة لها، لكن في نفس الوقت هناك أيضا
جهات أخرى إعلامية بتنقل صورة لعلاقة هذه المظاهرات بالسلمية من عدمه، قد تكون مخالفة لقناة الجزيرة. علينا إحنا هنا بقى مخالفة لحضرتك، أنت حضرتك نفسك ما ينفعش تطلع في القنوات دي. ما هو كويس يعني، يعني أنت مش هيسمح لك أنك تطلع في هذا القناة وموافق على الكلام ده، لكن هو الفكر مش قنوات، وفي جهات إعلامية أخرى ليست فضائية وليست تلفزيونية. هي فكرة، ولكن هنا علينا إحنا بعقلنا أن نأخذ المشترك في الموضوع ده. يعني أنا دلوقتي لسه شايف أتوبيس محروق، قد يكون نفوا إن إحنا مالناش دعوة بيه أو لنا دعوة بيه. طيب حد لحضرتك المشترك إن النهاردة الظهر مراسل الجزيرة في الجيزة قال بعظمة لسانه، وأنا اللي سمعه، إن يعني خرج المتظاهرين وقطعوا السكة الحديد لمدة 3 ساعات. ما هو يعني ما هو ده كلام نقلا عن لسان مراسل الجزيرة. طيب هو ده يعتبر يدخل في العصيان المدني ولا ما يدخلش في العصيان المدني؟ لا، عصيان المدني ده هو في يوم وليلة، هو أنا انزل أقطع سكة حديدي طيب بعصيان المدني، بلاش يدخل في العصيان المدني. ده بيعدي ليه وبيناقش هي 25 اللي بيحصل دلوقتي أكتر من كان بيحصل في 25؟ لا ده مش عصيان مدني، ولا هو نفسه اللي كان بيحصل في 25؟ أقطع السكة الحديد كده اجتهادا مش عصيان مدني. أنا عصيان المدني ده بيترتب له سياسيا ومجتمعيا وبتتنرجع فيه الجماهير وبيتفق عليه وبيتعمل بطرق، لا طبعا ده مش، لكن انا بس عاوز اقول احنا للاسف يعني وقت الفقره انتهى، لو توجز ما تريد ان تقول يعني سريع. يعني انا عاوز اقول فكره اسقاط السلطه، سال الاستاذ وائل ده مش مطلع ممكن، انا ممكن اكون مع اسقاط السلطه، ولكن اسقاط السلطه مش لحساب الاخوان، اسقاط السلطه لا او تغيير السلطه او اصلاح السلطه مش فكره، مش يعني أشكرك. مش يبقى ابيض اسود يعني، يا ده يا ده. شكرا جزيلا. انا بس تعليق في ثانيه، يعني فكره الفصل بان هؤلاء المتظاهرين والشعب المصري، لا هؤلاء ايضا من الشعب، من ضمير الشعب المصري، فنفي المصريه عن هؤلاء يعني. اشكركم شكرا جزيلا، الاستاذ وائل قنديل رئيس تحرير العربي الجديد، والاستاذ محمد منير الكاتب الصحفي، وما زلنا معكم في مصر الليله في البرنامج بعد الفصل. أهالي بالشرقية يسحلون شخصا اتهموه بالتحرش، وفتيات ينشرن صور متحرشين على الفيسبوك، وتنظيمات مدنية تنشر فرقا لمكافحة الظاهرة. فهل ينجح المجتمع في علاج المشكلة أم أنها أولى خطوات الفوضى في ظل غياب الدولة؟ عندما تصبح الصحافة طرفا يصبح البحث فيما وراء الخبر أهم من الخبر ذاته. عند كثيرين ينتهي الخبر عند سماعه، وعند البعض يكون الخبر هو البداية. سكرتير التحرير في هذه الأوقات على الجزيرة مباشر مصر. لما نفيسة وعبد الجواد وخالي العزب وابو دنيا محدش يجيب سيرتهم، صوت الفلاح دركم ومطرحكم. شاب يتحرش بفتاة في مدينة العاشر من رمضان يتم استيقافه من قبل الأهالي وتقييده، توسل لهم أن يتركوه وأقسم لهم والرعب يملأ قلبه بألا يكرر فعلته مرة أخرى، فعاقبوه وربطوه في سيارة نصف نقل وسحلوه على الأرض حتى تقطعت ملابسه وتعرى جسده تماما وسط صراخ بعض السيدات التي استنكرن ما حدث للشاب، وهو ما دفع البعض للتدخل لفك وثاقه. فتاة تهرب من أحد المتحرشين وتلقي بنفسها في النيل لتلقى حتفها، فهل كفر المجتمع بالقانون وقرر أن ينزل العقوبة بالمتحرش بنفسه أو يهرب منها بقتل نفسه؟ ولماذا تكررت حوادث سحل المتحرشين في الشوارع؟ ولماذا يستمر التحرش الجنسي مطلا بوجه القبيح في طول مصر وعرضها؟
أنا آسف يا باشا والله. يا والله العظيم أنا آسف. لم يكتفي هؤلاء بالاعتداء على شخص قيل إنه متحرش بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لكنهم كرروا سحله ليكون عبرة لغيره رغم توسلاته. مقطع آخر صوره موقع إخباري يوثق تعرض بطلة الفيديو لأكثر من 100 حالة تحرش خلال 4 ساعات فقط من سيرها في شوارع القاهرة، تنوعت ما بين تحرش لفظي وجسدي أو حتى بالنظرات المطولة والصافرات. حملات وخطط لمواجهة التحرش انتشرت خلال الآونة الأخيرة، بدأت بمبادرات فردية أو جماعية، اقتصرت في البداية على نزول أعضائها إلى الشوارع في الأعياد والمناسبات التي تكثر خلالها حالات التحرش لمنعها عن طريق الإمساك بالمتحرش والكتابة على ظهره. كل عيد ناخد الشباب اللي بيتحرش اللي لمس حد بناخده نرش على ظهره أنا متحرش وبنسيبه، واللي عاكس بالكلام بياخد كلمتين زي ما ترضاهاش لامك ما ترضاهاش لاختك وبياخد بعضه وبيمشي. هدفنا الاساسي من الحمله مش البني ادم اللي بيتم التحرش بيه ومش البنت اللي بيتم التحرش بيها، هدفنا الاساسي الناس الثانيه، الناس كلها هتشوف ان في رفض عام لفكره ان في لفكره التحرش. ومؤخرا بدات فتيات في تصوير اشخاص تحرشوا بهن ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضحهم، وزادت المطالبات بوضع قائمه مصوره بهم وتوثيقها. لكن أساليب أخرى بدأت في الظهور ربما تضع فاعليها تحت طائلة القانون، تقوم على إلحاق الأذى البدني بالمتحرش عبر الاعتداء عليه أو حتى سحله كما ظهر في مقطع البداية. ما بناخدش تصريح من أجهزة الشرطة، وعلى طول في مشاكل ما بيننا وما بين اجهزه الشرطه من ساعه 2012، من اول مره بدانا ننزل فيها لما بيحصل مشكله وبناخد واحد نوديه الشرطه، فالراجل الضابط بيبدا يعمل لنا مشكله مع المتهم، بيبدا يعمل لنا مشكله احنا كمان ويقول لك طب محضر قصاد محضر او يستقصدنا احنا بشكل فردي. كل مره عندنا مشاكل مع الداخليه متكرره، وكل مره الداخليه مش بتتعاون معانا بالشكل المطلوب، او هي حتى ما بتنزلش تعمل شغلها، يعني هي تنزل تعمل شغلها واحنا ما ننزلش. كثيرون قد يعتبرون هذه الطرق في عقاب المتحرش لا تقل همجيه عن فعل التحرش نفسه، لكن يبدو ان الظاهره وصلت الى درجه يصعب السيطره عليها او على ردود الفعل تجاهها بعد عجز كامل لاجهزه الدوله عن مكافحتها. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الناشطة الحقوقية نيفين ملك، أهلا وسهلا بك، كما أرحب بالشيخ جعفر الطلحاوي الداعية الإسلامي، أهلا وسهلا بك. وأبدأ بك أستاذة نيفين، يعني الحقيقة من الناحية القانونية هل على الناس حرج من الناحية القانونية إذا أمسكوا بمتحرش وفعلوا به ما فعلوا في العشر من رمضان أو فعلت به الفتاة التي فعلت حينما نشرت صورتها على الفيسبوك؟ هل في ذلك أي مأخذ قانوني على من يتعرض لهذه الجريمة في ظل عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها في التصدي لهذه القضية؟ هو نصوص القانون فيها ما يعرف بحق التصدي، يعني في حق استثنائي، لأن أنت عارف والمفترض أن الولاية هي بتكون للدولة في حماية مواطنيها، ومنصوص عليه في دستور وثيقة 50 أن الدولة يجب عليها أن تلتزم بحماية المرأة تحديدا ضد العنف، يعني في التزامات محددة المفترض أن الدولة هي من تقوم بها. لكن القانون عرف الجريمة الواقعة، الجريمة اللي أنا بكون في الشارع وبكون أنا يعني بشكل أو بآخر بتعرض لجريمة، من حقي أن أنا أتصدى وأقوم بالقبض على الجاني متى يعني تم التحقق من أن في جريمة، وأقوم مباشرة بتسليمه لرجال الضبط القضائية أو قسم الشرطة المختص أو النيابة العامة. ده يعرف، ده كل القوانين مش بس القانون المصري، كل القوانين بتعترف بحق التصدي للمواطن أثناء تعرضه لخطر مباشر أو تواجده في يعني حيز تحقق جريمة محققة. لكن ده وملابساته أو تحققه من عدمه بيخضع كمان لمعايير الإثبات. طيب ما فيش فيها تشريع؟ يعني لما البنت نشرت صورة
شاب قالت انه تحرش بها، ده ما فيش تشهير بهذا الشاب لانه ما فيش دليل يعني. ما شوف احنا دليل. هندخل في اشكاليات، واحنا نشرنا الصوره برضه احنا هندخل في اشكاليات تراخي الدوله وعدم تصدي منظومه الامن، ده بيخلق اشكاليه كبيره جدا. لان في النهايه البنت دي انا يعني مدركه انها لما تتقدم للجهه المختصه وتقول وتبلغ ان هذا الرجل مثلا قام بالتحرش او عمل جريمه معينه هيتم الكيد بيها ويتقال ان بشكل او باخر هناك علاقه، هناك تشهير، يعني هي قد تقع وينقلب عليها الامر. تمام. لكن انا عايزه اقول عندي نقطه في موضوع السحل، ويعني في النهايه خليني اقول لك ان هو اكيد مخالف للقانون يعني السحل. لا هو مش بس مخالف للقانون، انت الدفع بالمجتمع للعنف ولي يعني شريعه الغاب. لأن في النهاية يعني حتى حدود إن أنا أتصدى لجريمة مباشرة واقعة بجريمة هي أخرى، هي بس يعني إن أنا أقوم بالتصدي وإن أنا أقبض على الجاني وأسلمه مباشرة، لا أقوم بالاعتداء عليه. ما هو المشكلة في التسليم، المشكلة يعني في التسليم إن هو زي ما قالوا النشطاء إن هو سلموه للشرطة، فالشرطة بتقول لهم نعمل لكم محضر وصاد محضر، لأن الشرطة بالنسبة لي أنت جاي مدعي على واحد وهو بيدعي عليك هو كمان، هيعمل إيه الشرطة؟ خطورة الأمر ده إنه بيدفع المجتمع دفعا للعنف لشريعة طيب. الغاب، وده الخطر الحقيقي، يعني غياب منظومة العدالة والدفع للمجتمعات لشريعة الغاب ده خطر أبشع كتير جدا من حتى الجرائم نفسها، يعني خليني أقول هو ده خطر محدق. أرجو أن تبقى معي أستاذة نيفين. شيخ جعفر، يعني أثير أيضا لغط حول مدى شرعية التشهير بمن يظن أنهم متحرشون، يعني زي نشر صورهم، نشر أفلام ليهم، حتى الشخص اللي تم سحله، بعيدا عن أنه السحل طبعا يعني أكيد حضرتك هتقول أنه هو مش من الشرع، السحل مش من الشرع، لكن نشرت صورته على أنه متحرش. امتى يعني امتى يمكن حمايه يعني امتى يمكن حمايه المجتمع او تقدم حمايه المجتمع وعلى حمايه الحريه الشخصيه للفرد او حر او حمايه سمعه الفرد؟ اخي الحبيب الاستاذ زين والمشاهدين الاكارم حيثما كانوا، احييكم جميعا بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على صفوه الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وبعد. عليه الصلاه والسلام. لست مع توصيف الأستاذ زين بأنه السحل جريمة يدفع بها عن جريمة، لأن لا تستوي الجناية مع العقوبة أبدا. والمجتمع عندما يكون يعني قائم على حماية الفضيلة ومحاربة الرذيلة بالنصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية المطهرة الشريفة، من الواجب حماية الفضيلة وحماية الأعراض والأمن على الأنفس والأمن على الأعراض والأمن على الدماء التي يعتدى عليها، وبعدين لا تتمكن من أن تأخذ بحقها ممن اعتدى عليها. عندما تنشر صورته لماذا؟ ليس تشهيرا وليس تتبعا للعورات، إنما هذا من باب الاستعانة على تغيير المنكر حتى لا يعتدي عليها مرة ثانية، وحتى لا يترك هذا الذئب البشري يعني يسرح ويمرح كيفما يشاء. ماذا لو كان بريئا؟ ماذا لو كانت تفتري عليه؟ يدفع عن نفسه. والحديث الشريف واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سائل: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا عن المال، وليس المال أعز على النفس من العرض. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. وشريعة موسى عليه السلام متفقة مع شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في دفع الصائل الذي يصول ليريد الاعتداء على أموال الناس أو على أنفسهم أو على أعراضهم، ولذا في صحيح البخاري الصائل يعني المتحرش يعتبر من الصائل. ايوه الصائل، ايوه المتحرش اللي هو يجب دفعه يجب دفعه بالقوه، ويجب التعاون على دفعه بالقوه. ولذلك يعني اذا نشر الصور ده حتى لو كان هو بريء دواجب فهو واجب. الحديث يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. طب انا لم استطع ان ادفع هذا الصائل بنفسي،
من طيب. الواجب على من رآني أن يتعاون معي والنص طيب. وتعاون خلينا على خلينا نقول برضو تعريف المتحرش يعني أيوه. الذي ينظر نظرة يعني مش قد كده ده ما يعتبرش متحرش ولا يعتبر لا النظرة عفوا أصل النظرة عفوا أنت لك الحديث يقول لك الأولى وعليك الثانية لكن لو أنه أتبع النظرة النظرة هنا يكون في تحرش يبقى كده متحرش لكن لا يؤدي إلى نفس طيب. ويتصور وتتزع صورته نعم اللي طبعا ما هو أكثر من النظرة بقى إنه الكلام الألفاظ عند الإثبات والتحرك باليد والتحرك بالجوارح ولذلك الأئمة كلهم جميعا الإمام النووي كمثال للأئمة الشافعية يقول المدافعة عن الحريم واجبة بلا خلاف بلا خلاف وشيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية من مجتهد الحنابلة يقول اتفقت السنة والإجماع على الدفاع عن الحريم وأن الصائل إذا لم يدفع إلا بالقتل يتم قتله والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رفع إليه قضية أن فتاة تحرش بها فتى وأراود على عرضها فدفعته فلم يندفع إلا بفهر حجر أتت به فقتلته فأهدر الإمام أحمد دمه وكذا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رفعت إليه قضية طيب. رجل اعتدى على امرأة فلم لم تتمكن من دفع إلا بقتله بحجر ضربته به فقتلته فأهدر عمر بن الخطاب دمه وقال هذا قتيل الله والله لا يودى يعني يدفع له دية إذا قدر الناس على أنهم يمسكوا به إذن هم قادرون على تسليمه للشرطة لكن قد يكون مسلحا وقد يفر بس في حالة على عشر من رمضان وبعدين عفوا لما كان راجل سحلوه ولما يسلموه للشرطة ولما يطلع ضابط شرطة ويمسك فتاة وبعدين يتحرش بها في داخل المدرعة يبقى ايه الوضع طيب. يبقى حاميها حراميها معنا ايضا عبر الهاتف الدكتورة إقبال السملوطي أستاذ التنمية المجتمعية والعميد السابق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية دكتورة إقبال اهلا وسهلا بيكي دلوقتي في وسائل مجتمعية لدفع التحرش بالتصوير وشوفنا في العاشر من رمضان بالسحل حتى وبعدين حملات يعني هل يعني فيه أنتم كعلماء اجتماع لديكم وصفة لعلاج التحرش بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا سمعت ضيوفك الأصوات كل كلامهم صح بس أنا يعني الحقيقة أركز على أسباب التحرش يعني لما نواجه أي مشكلة ما نواجهش الأعراض ولكن نواجه الأسباب وبعمق وبشكل فيه تكامل من كافة المسؤولين عن هذه الظاهرة يعني لو إحنا حللنا في كل الدراسات الحديثة عن التحرش من هم المتحرشين هتلاقيهم صغار السن معظمهم غير متزوجين لا يعملوا أغلبهم في الحضر ما لهمش أدوار اجتماعية أخرى أو نشطاء في المشاركة المجتمعية أو المشاركة حتى السياسية أو غيره وغياب أمني واضح طبعا للناس ما فيش قنوات واضحة تلجأ بيها المتحرش بيها بشكل واضح وسريع يعني ما فيش دوريات ما فيش مراكز في كل مكان أمنية ما فيش حتى العسكري اللي بيمشي ويصفر زي زمان لو بصينا لنتائج الدراسات دي هنلاقي أنه للأسف في أسباب للتحرش ولازم نواجهها علشان يعني نخلص من المشكلة لأن مش معقول هنقعد نتكلم في إزاي أعاقب المتحرش والقانون فيه عقوبات مشددة دلوقتي على المتحرشين واعتبرت جريمة وده نقلة نوعية جيدة ولكن أنا يعنيني كوحدة اجتماعية أني أشوف الأسباب وعليك الفقر الزائد عدم قدرة الشباب على الزواج ما فيش أهداف الشباب ما عندهمش أهداف طيب. عامة فين يعني دي أسباب هيكلية في المجتمعات الفقيرة عموما والمجتمعات العربية حاليا وخصوصا في المجتمع المصري لأن الشباب يعني نسبة البطالة فيه مرتفعة وأسباب مش هنحلها النهاردة لكن آليات الدفع المجتمع بيحاول يجد آليات للدفع شفنا آليات تبدأ من النصح والإرشاد للقبض عليهم وتسليمهم للشرطة لسحلهم في الشارع لأن اللي تسلموا للشرطة ما حصلش فيهم حاجة لا هو مش معقول ما بيحصلش فيهم حاجة هي بس الفكرة إنه ما بيبقاش فيه قدرة على إثبات الجريمة يعني وعمر ما يبقى فيه قدرة على إثبات الجريمة عمر مش هيبقى فيه قدرة على إثبات الجريمة أي لو في وجود أمني واضح في الشوارع وفي مناطق التجمعات وفي أمام المدارس
والحاجات دي. كان من السهل اي فتاه يحدث بها تحرش انها تبلغ الشرطه ويمسكوا المتحرش، لكن طبعا البنت حتى لو تجرأت، والايام دي الحقيقه البنت اكثر جرأه واكثر حفاظا على حقوقها. بتبقى مساله الإبطال مش سهله في مراكز الشرطه المختلفه، ده غير ان ما زال احنا عندنا تقاليد بتحرج البنت انها تبلغ عن الموضوع. اشكرك شكرا جزيلا الدكتوره اقبال السملوطي استاذ التنميه المجتمعيه العميد السابق للمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه. نشوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقاتهم على طريقه المجتمع في التعامل مع المتحرشين. صحيح زين، هناك انقسام واضح على مواقع التواصل الاجتماعي بشان تلك الظاهره، الكثير موافق على التحرك الشعبي تجاه ظاهره التحرش، ولكن البعض ايضا رافضين لهذا التحرك على اساس مسؤوليه الدولة. نذهب إلى فيسبوك مصر الليلة ونستعرض بعض التعليقات حول تلك القضية. نبدأ بشريف محمد بيقول احنا ضد التحرش أكيد، إنما التصرف اللي حصل ولا له علاقة بعقاب ولا تحرش، اللي حصل ده شروع في القتل من وجهة نظر شريف، ويقصد به حادثة سحل أحد الأشخاص بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بتهمة التحرش. أيضا تعليق آخر من محمد بيقول أنا مع عقاب أي متحرش بشكل قانوني رادع، لكن العقاب بالشكل ده مرفوض. أولا هيزيد العنف، كل واحد هياخد حقه بإيده. ثانيا العقاب بالشكل ده في حد ذاته تحرش من وجهة نظر محمد حافظ. أحمد أيضا بيقول هو اللي عمله غلط ومش أخلاقي، لكن مش لدرجة إننا نسحله كده، يعني مضايقين على الشباب أبواب الحلال، لا وظيفة ولا فلوس، وكمان المهور مرتفعة جدا، الرحمة حلوة. وتعليق آخر من علاء، محدش يقول إن ده أسلوب متخلف، عشان لو حصل في أخته أو في زوجته أو في والدته كان هيبقى هين عليه إنه يقتله، هو ده الصح واللي المفروض يتعامل من وجهة نظر علاء. وإليك زين. أشكرك شكرا جزيلا حسام يحيى، وأشكر أيضا ضيفي في الاستوديو الشيخ جعفر الطلحاوي الداعي الإسلامي والأستاذة نيفين ملك الناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لكما. طبعا موضوع التحرش موضوع كبير، ورد المجتمع زي مثلا مسألة الحرامي اللي هو يقول لك خد علقة ما خدهاش حرامي في جامع، المجتمع دايما عنده آلات للردع لما بيكون القانون غائب. لكن أشكركم شكرا جزيلا. عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. أوباما يعرب للسيسي عن قلقه من المحاكمات الجماعية، وصحيفة كريستيان ساينس مونيتور تقول إن العلاقة بين واشنطن والقاهرة عادت لطبيعتها قبل ثورة يناير، فما هي محددات هذه العلاقة وما الذي يريده كل طرف من الآخر؟ مظاهرات لرفض الانقلاب في القاهرة وعدد من المحافظات تحت عنوان مع ننقذ مصر. الأمن يشن حملة دهم واعتقال في قرى ناهية بالجيزة والميمون ببني سويف والمهاجرين بالإسكندرية. أهالي بالشرقية يسحلون شخصا اتهموه بالتحرش، وفتيات ينشرن صور متحرشين على الفيسبوك، وتنظيمات مدنية تنشر فرقا لمكافحة الظاهرة. فهل ينجح المجتمع في مواجهة مشكلات عاجزت عن حلها الدولة أم أنها أولى خطوات الفوضى؟ أوباما يعرب للسيسي عن قلقه من المحاكمات الجماعية، وصحيفة كريستيان ساينس مونيتور تقول إن العلاقة بين واشنطن والنظام العسكري بمصر عادت لطبيعتها قبل ثورة يناير، فما هي محددات هذه العلاقة؟ مصر في العالم الموازي، هاشتاج جديد أطلقه مستخدمو الإنترنت للتعبير عن تصورهم لمصر التي يحلمون بها، فما هي أحلام الشباب لبلدهم؟ نرحب بكم من جديد مشاهدينا في مستهل مصر الليلة في قسم الثاني، وأرحب أيضا بزميلي في تقديم البرنامج حسام يحيى في مواقع التواصل الاجتماعي. حسام أهلا بك. أهلا زين. أما موجز الأخبار فيقرأه عمر فياض. عمر أهلا بك. أهلا بك يا زين مرة أخرى، شكرا لك، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الوقفة الإخبارية. قال مصدر بمديرية أمن الإسكندرية إن انفجارين محدودين وقعا بمحيط قسم شرطة رمل ثاني، ولم يعلن المصدر أي تفاصيل عن الحادث. وفي الإسكندرية أيضا اقتحمت قوات الأمن مجددا قرية المهاجرين بالمنتزه عقب صلاة الجمعة، واعتقلت عددا من أبنائها وفق شهود العين.
كما أفاد شهود عيان للجزيرة مباشر مصر بأن قوات الأمن اعتدت بالخرطوش وقنابل الغاز على مسيرة لرافضي الانقلاب في قرية الميمون بمحافظة بني سويف. كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن احتجاز قوات الأمن لأكثر من 600 طفل في ظروف صعبة، وأوضحت الصحيفة أن الأطفال محتجزون في سجن تحت الأرض تابع لمعسكر قوات الأمن المركزي في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس بحسب مقالة الصحيفة. وأضافت أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما ويواجهون اتهامات بالانضمام لمجموعات إرهابية وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الشرطة. أعلنت اللجنة العامة للانتخابات التجديد أو لانتخابات التجديد الثلثي بنادي القضاء، أعلنت فوز المستشارين أحمد عبد الفتاح وسامح السروقي بالمقاعد المخصصة للنيابة العامة بمجلس إدارة النادي. وبهذه النتيجة تكون قائمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء قد فازت بالكامل في انتخابات التجديد الثلثي، وذلك بعد أن فاز 3 مرشحين على قائمة الزند بعضوية مجلس إدارة النادي بالتزكية. وهذه أو تعقد الجمعية العمومية تعقد جلساتها عقب إغلاق باب التصويت. هذا كل ما لدينا حتى الساعة، والآن نعود للزميل زين لاستكمال مصر الليلة. إليك زين. شكرا عمر فياض. يبدو أن الزند لا يفنى ولا يستحدث من العادة أبدا. نتحول إلى حسام يحيى في مواقع التواصل الاجتماعي. حسام. نعم زين، مرحبا مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كما بإمكانكم أيضا المشاركة معنا عبر كتابة التعليق على النافذة الرئيسية للقناة على الإنترنت. ونستعرض الآن ما تبقى في مصر الليلة. أوباما يهاتف السيسي ويؤكد على ضرورة التعاون في التصدي لما يسمى بالإرهاب، وأيضا يعرب عن ضيقه حيال المحاكمات الجماعية في مصر وسجن الصحفيين والناشطين. أما القضية الرابعة والأخيرة، ناشطون يطلقون هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم مصر في العالم الموازي، يتضمن توقعات وأحلام وأمال وإحباطات المصريين. ننتظر منكم إثراء النقاش والبحث عن إجابات لطرحها على ضيوفنا. إليك زين. شكرا جزيلا لك حسام يحيى. بيان أمريكي جديد ومكرر من البيت الأبيض عن اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره المصري السيسي، حيث أعرب أوباما بحسب البيت الأبيض في هذا البيان عن تمسك الولايات المتحدة بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر، لا سيما في مجال الأمن الإقليمي ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكن أشاد البيان أيضا أو أشار إلى أن أوباما أعرب عن قلقه للمحاكمات الجماعية في مصر ولحبس الصحفيين وللحملة التي يتعرض لها أو تتعرض لها منظمات المجتمع المدني. قلق أمريكي من المحاكمات الجماعية وحالة منظمات المجتمع المدني واستمرار حبس الصحفيين والنشطاء السلميين، هذا ما جاء في بيان البيت الأبيض عن الاتصال الهاتفي بين السيسي وأوباما. أما بيان رئاسة الجمهورية فقد تغفل عن هذه الانتقادات واكتفى بالتأكيد أن المكالمة تمحورت حول العلاقات الثنائية ودور مصر في مكافحة الإرهاب. الاتصال الهاتفي يأتي بالتزامن مع وصول سفير أمريكا الجديد بعد أكثر من 15 شهرا ظل المنصب فيها شاغرة، واتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون العسكري والمخابراتي الوثيق بين البلدين، اتفاق ربما يعزز ما قالته صحيفة كريستيان ساينس مينيتور الأمريكية بأن الولايات المتحدة عادت للعمل بشكل معتاد مع النظام العسكري في مصر بعد مرور 4 سنوات على بدء ما يعرف بالربيع العربي. وأكدت الصحيفة أن نظاما عسكريا على نفس شاكلة نظام حسني مبارك عاد مجددا للحكم في مصر. الصحيفة قالت إن مصر التي تعد أكبر دولة عربية هي رمز للفشل في السنوات الأربع الماضية، رغم توقعات المحللين والكتاب المبالغ فيها بحدوث تغيير إيجابي ودائم. إدارة أوباما التي لطالما تحدثت عن الديمقراطية والتغيير مع بدء ثورات الربيع العربي، انتقدتها الصحيفة لعودتها للعمل مع النظام الحالي في مصر الذي يتخذ من المخاوف الأمنية والاستراتيجية أولوية له. الصحيفة أبرزت أيضا موافقة الكونغرس الشهر الجاري على مشروع قانون لاستئناف المساعدات المالية والعسكرية لمصر، مع السماح للإدارة الأمريكية بتجاوز شرط منح المساعدات لمصر إذا كانت هناك حاجة تتعلق بالأمن القومي أو مصالح أخرى، مشيرة إلى رفع حظر إدارة أوباما على تسليم الأباتشي لمساعدة السيسي في وقت تدهور فيه سجل حقوق الإنسان
وكممت فيه الأفواه الإعلامية. وذكرت الصحيفة أن مصر شهدت انقلابا عسكريا في يوليو من العام الماضي أعاد الجيش إلى السلطة بقيادة السيسي، وقتلت الحكومة العسكرية المئات من الإخوان فضلا عن أحكام الإعدام الجماعية ضد المتظاهرين. ولمناقشة العلاقات الراهنة بين النظام في مصر وإدارة أوباما، أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الدكتور أحمد غانم، الكاتب والمحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا بك. كما ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن الدكتور عاطف عبد الجواد، المحاضر بالعلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أهلا وسهلا بك. وأبدأ بك دكتور أحمد. البيان الذي خرج من البيت الأبيض يعني كان بالترتيب: العلاقات الاستراتيجية، الأمن الإقليمي، ثم محاربة تنظيم الدولة ومحاربة الإرهاب، ثم بعد ذلك والعلاقات الثنائية، ثم بعد ذلك انتقاد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، المحاكمات الجماعية، التضييق على الصحفيين، مصر ثاني دولة في العالم في حبس الصحفيين، وأيضا تضييق على المجتمع المدني، قانون الجمعيات الأهلية. لكن الإعلام المصري تناوله بشكل والإعلام الآخر تناوله بشكل آخر، هنالك من ركز على الانتقاد وهنالك من ركز على العلاقات الثنائية. هل في هذا البيان أي جديد؟ والله هذا البيان يوضح بشدة النقطة التي يعني يتكلم فيها الكثير، أن هو لا يمكن فهم العلاقة بين الإدارة الأمريكية إدارة أوباما وإدارة السيسي إلا من خلال نقطتين رئيسيين. النقطة الأولى هي نقطة الليجاسي، أو أن الرئيس أوباما هو في الدورة الثانية من حكمه، وفي هذه الدورة الثانية من حكم الرؤساء يضطر الرؤساء أو يجنح الرؤساء إلى وضع بصمتهم التي يريدون أن يتذكرهم العالم بها. النقطة الأخرى هي نقطة الصراع الإقليمي المنتشر في الموجود حاليا في الشرق الأوسط، الذي هو عابر للقارات، الحلف الأمريكي الخليجي والحلف الروسي الإيراني. ففي هذا الصراع لا يمكن فهم العلاقة ما بين مصر والسيسي أو بين إدارة أوباما والسيسي إلا من خلال هذين النقطتين. النقطة الأولى للناس اللي كانوا بيقولوا على الرئيس أوباما أنه هو كان عليه تحت ضغوط اللوبيات وتحت ضغوط كثيرة، وجد أنه ليس تحت أي ضغط، لأنه تم الكونغرس يعني فوض الكونغرس كل صلاحيات أنه هو إقرار المساعدات لمصر لجان كيري اللي هو يعمل تحت إدارة أوباما، وبالتالي ليس هناك ضغوط لوبيات على أوباما، بما يدل أن التعاون بين إدارة أوباما والتعاون بين إدارة السيسي هو شيء على أجندة أوباما وليس شيء مفروض عليه وليس شيء يعني تفرضه عليه اللوبيات، لأنه بيندرج تحت أنه هو دلوقتي ومحتاج معاه الخليج حاليا، يقف معه بقوة في حرب النفط الموجودة حاليا، وبالتالي الخليج حليف إقليمي للسيسي ويريد للسيسي أن يوجد. ثانيا، النقطة المهمة الأخرى التي كانت روشيتا وصفها الكثير من الرؤساء السابقين مثل كارتر وكثير من الكتاب الأمريكيين وصفوها لأوباما في حربه على داعش، والتي يريد أوباما أن تكون هذه هي الليجاسي التي يتم أن يتذكر بها أنه قضى على داعش، أنه بعد الهجمات الجوية سيكون حتما على أمريكا أن يكون هناك جنود على الأرض، أو هو المصطلح الذي انتشر في الإعلام الأمريكي اللي هو troops on the ground. فمن يعني إذا يعني فتشت في المنطقة ما هي الجنود على الأرض التي يمكن دخول بعض الهجمات الجوية، فتجد أنه ممكن أن يكون أنه على أجندة أوباما أنه في يوم من الأيام سيتم الاستعانة بالسيسي وبالجنود المصريين لهذه النقطة. دكتور عاطف عبد الجواد معي من واشنطن، المحاضر للعلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. دكتور عاطف، هل هنالك هل الموقف الأمريكي من مصر يختلف عن السياق الأمريكي لإدارة أوباما بشكل عام؟ يعني أوباما أعاد العلاقات تماما مع كوبا، تطبيع تام مع كوبا، يريد حوار مع إيران، ينسق مع الأسد في سوريا قبل قصف داعش والنصرة في سوريا، يدخل في المحادثات السداسية مع كوريا الشمالية. هو أوباما مش زي جورج بوش: من ليس معي ضدي. هو بيتعامل مع محور الشر اللي كان جورج بوش مسميه، هو ما عندوش مشكلة يتعامل مع محور الشر، فهل هيكون عنده مشكلة يتعامل مع النظام في مصر؟ هذه المسألة مهمة للغاية، لأنها تشكل المعضلة الأبدية والأزلية التي تواجه الرئيس أوباما، ليس فقط الرئيس أوباما وإنما الرؤساء الأمريكيين بصورة عامة. هذه المعضلة تتمثل في إحداث توازن في السياسة الأمريكية بين تحقيق والحفاظ على المصالح الأمريكية الفورية والهامة، وبين الرغبة في إتمام أو تحقيق التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. فالسياسات الأمريكية بما فيها سياسة الرئيس أوباما هي في الواقع محاولة صعبة للغاية للتعامل مع هذه المعضلة، ومحاولة إحداث توازن
بين هناك مصالح أمريكية ملحة وفورية في مصر، وأيضا هناك الرغبة في التحول الديمقراطي. هذه المعضلة نراها الآن بأوضح صورة في التحرك الأمريكي الأخير لتطبيع العلاقات مع كوبا. الولايات المتحدة هنا تتعامل الآن وأخيرا مع نظام لا يزال ماركسيا، لنظام ديكتاتوري على حد وصف الأمريكيين هنا، ولكنها الآن وصلت إلى خلاصة أن المقاطعة خلال نصف قرن من الزمن لم تسفر عن تحول ديمقراطي في كوبا. إذن دعونا نحاول مرة أخرى التصالح، التقارب، الانفتاح، لأن نتذكر على سبيل المثال أن الانفتاح البريسترويكا كانت العامل السياسي الأكبر الذي أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. دعني الآن أتعامل مع العلاقات المصرية الأمريكية في هذه اللحظة بناء على هذه المعضلة. من الواضح أن العنصر الاستراتيجي في العلاقة الأمريكية المصرية رجح الكفة نحو تقارب مع الحكومة في مصر على مسألة الحاجة إلى تحول ديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. هناك اتجاهان إيجابيان وهناك اتجاه سلبي. كما ذكرتم هناك الآن سفير أمريكي أخيرا وصل إلى السفارة الأمريكية في القاهرة بعد غياب طويل جدا، وهناك الآن الكونغرس الأمريكي اعتمد المعونة الأمريكية لمصر كاملة في العام 2015. ولكن دعنا الآن ننظر إلى الناحية السلبية. هذه المعونة الأمريكية لن تصرف بكاملها تلقائيا إلا بشروط معينة. نصف قيمة هذه الميزانية أو المعونة حوالي 700 مليون دولار سوف تصرف تلقائيا لأنها مرتبطة بالعمليات العسكرية المصرية في سيناء. النصف الآخر الكونغرس يقول لن يصرف هذا النصف الآخر من المعونة الأمريكية لمصر إلا إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي حكومة الرئيس أوباما بأن مصر تنفذ مجموعة من الشروط، منها إجراء الانتخابات البرلمانية بحرية ونزاهة، اثنين ضمان إصلاحات لحماية الحريات والمجتمع المدني، حرية التعبير بصورة خاصة، وثالثا التعامل مع قضية المعتقلين، وبالذات هناك مواطن أمريكي مصري ضمن هؤلاء المعتقلين. وهو محمد سلطان. نحن نرى هنا محاولة لإحداث توازن مرة أخرى. أعتقد هو، وربما كان هناك آخرون، لكن بطبيعة الحال مرة أخرى النصف المعونة للعام المقبل لن يصرف تلقائيا إلا بعد أن ترى حكومة الرئيس أوباما على الأقل مؤشرات على هل تتوقع دكتور عاطف أن جون كيري سيشهد جون كيري الشهادة التي تسمح بعودة هذه المساعدات إلى مصر؟ في يونيو الماضي جون كيري لم يشهد بذلك. جون كيري قال للكونغرس الأمريكي في شهر يونيو الماضي عندما سمح الكونغرس بصرف حوالي 600 مليون دولار لمصر من الأموال التي كانت في ذلك الوقت محتجزة. قال للكونغرس الأمريكي أنا أشهد بأن مصر أوفت بالتزاماتها الاستراتيجية معنا كشريك استراتيجي، ولكن لا يمكن أن أشهد بأن مصر تتحول نحو ديمقراطية ونحو حماية كاملة لحقوق الإنسان. إذن جون كيري قال هذا حتى بعد الانتخابات الرئاسية المصرية، وليس هناك ما يدعوه في السنة المقبلة إلى أن يشهد بغير ذلك إلا إذا شهد على واقعيا تحولات في مصر. طيب معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور حسن أهلا وسهلا بك. إلى أي مدى يعتبر ال700 مليون دولار الباقيين مهمين للنظام المصري بحيث تجعله يتخذ خطوات على سبيل على طريق انتخابات نزيهة وشفافة، على طريق احترام الحريات الأساسية للمواطنين؟ المساعدات الأمريكية لمصر مهمة، ولكنها يعني ليست مهمة إلى الدرجة التي تؤثر على صنع القرار في مصر. هناك أزمة ثقة في العلاقات المصرية الأمريكية، وهناك إحساس بضرورة إعادة صياغة هذه العلاقات على أسس جديدة،
وأظن أن هناك إدراك في مصر بأهمية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس بنفس الصيغ القديمة ولا الطريقة القديمة. أظن أن مصر لن، أولا هذه المساعدات ليست كبيرة إلى الدرجة التي تجعل مصر يعني في أمس الحاجة إليها أو لا يمكن الاستغناء عنها. أعتقد أن هناك من يطالب حتى بإلغاء هذه المعونة جملة وتفصيلا. المعونة خدمت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر مما خدمت مصر، خصوصا على الصعيد المجتمعي، وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة ستربح تدريجيا إلى مقتضيات العلاقة الاستراتيجية، وعليها أن تكف عن التدخل في الشأن الداخلي. قضية حقوق الإنسان يجب أن تكون قضية داخلية يدافع عنها المجتمع المصري، وليست قضية خارجية تفتح الباب لتدخلات خارجية. بالعكس، كلما تدخلت الولايات المتحدة في الشأن الداخلي بدعوى حماية حقوق الإنسان، كلما يعني فقدت هذه القضية مصداقيتها وأدت إلى نتائج عكسية. لم تكن الولايات المتحدة أبدا هي المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم. تاريخ الولايات المتحدة مع النظم الدكتاتورية تاريخ معروف جدا، وحتى هذه اللحظة تقرير الكونغرس الأمريكي نفسه عن التعذيب الذي جرى في غوانتانامو يجعل من كلام وفي مصر أيضا المتحدة. وفي مصر أيضا. أيام نظام مبارك. وفي مصر أيضا. بالتأكيد. بالتأكيد. يعني قضية حقوق الإنسان يجب أن يكون المدافع الأساسي والأول عنها هو المجتمع. لكن لا شك دكتور حسن أن النظام الحالي أيضا في مصر حريص على العلاقة مع الولايات المتحدة، لأنه لا يمكن أن يخسر هذه العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لا سيما وأنها أيضا من أسس بقاؤه كنظام. لكن هل هو مستعد في مقابل هذه العلاقة؟ أنه هو كما قال أحمد غانم قبل قليل أنه هو يرسل جنودا مصريين لمحاربة داعش أو في أي مكان آخر، سواء كان في سوريا في العراق أو في ليبيا. لا إطلاقا، النظام المصري لن يرسل جندي واحد إلى الخارج لمحاربة داعش أو للقيام بأي مهمة ما لم تكن هذه المهمة تتعلق بالحفاظ على المصالح الوطنية المصريه في المحاربه. ما هو محاربه الارهاب يعتبر من المصالح الوطنيه وفق النظام الحالي ايضا. مصر تواجه الارهاب في الداخل ولديها ما يكفيها من هذا الارهاب، وبالتالي ليس لديها فائض تصدره الى الاخرين على كل دوله. لكن مش ده اللي قاله السيسي دكتور حسن؟ السيسي اتكلم عن مسافه السكه، اتكلم على انه من الخطا قصر محاربه الارهاب على داعش على وحدها. فهو تحدث عن انه المحاربه الارهاب هو الاسلام السياسي عموما، يعني هو بيتحدث عن نطاق واسع لمحاربه الارهاب يمكن ان يدخل في اطاره. اخي العزيز، لا، عندما قال السيسي مسافه السكه لم يكن يقصد انه يمكن ان يرسل الجنود المصريين لمحاربة الإرهاب في أي دولة. هو قال مسافة السكة إذا تعرض الأمن الخليجي للخطر الذي يعتبره جزء من الأمن الوطني المصري، وبالتالي التقدير هنا عن القضايا التي تمس الأمن الوطني المصري بما فيها أمن الخليج. طيب، ما هو داعش دلوقتي هي الفزاعة يعني التي تعتبر أكبر تهديد للأمن الوطني المصري والأمن القومي العربي عموما. علشان بس نفهم الأمور، يعني الذي يقدر من يرسل الجنود هو صانع القرار المصري، وعندما يكون هناك إدراك بأن إرسال جنود للخارج يحمي الأمن الوطني المصري. في غير ذلك لن تستطيع لا الولايات المتحدة ولا غيرها أن تملي على مصر أن ترسل أو لا ترسل. هذا قرار مصري. هو الحقيقة دكتور حسن أنا لم أتحدث عن إملاء، لكن أنا أتحدث عن أنه ألا يعتبر النظام الحالي في مصر أن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش هو الخطر الحقيقي على الأمن العربي، وامتداداته في الإسلام السياسي في فلسطين وفي العراق وسوريا وفي ليبيا هو الخطر الحقيقي على الأمن العربي دلوقتي؟ يعني ما قالولناش في خطر تاني، يعني ما حدش كلم خالص عن الخطر الإيراني ولا الخطر الإسرائيلي الحقيقة. لا، هذا صحيح، لكن بعض دول الخليج ترى أن هناك أخطار أخرى غير داعش، وداعش موجودة في قلب الدولة المصرية. جماعة أنصار بيت المقدس أعلنوا أنهم جزء، يعني وأعلنوا ولائهم
الخليفة ما يعتبر نفسه خليفة المسلمين واعتبروا أنهم ولاية تابعة لها، وبالتالي داعش موجودة في الداخل المصري، فكيف تترك الداعشيين في داخلها وترسل جنودا لمحاربة داعش في العراق أو في السودان؟ المنطق يقول ذلك، المنطق يقول ذلك، لكن ليس كل شيء في منطقتنا يسير بالمنطق. أرجو أن تبقى معي دكتور حسن نفع. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد غانم، الكاتب والمحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هنالك خلاف بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية حول إدارة الملف المصري، أم أن البيت الأبيض ترك هذا الملف للخارجية الأمريكية؟ الخارجية الأمريكية بتتبع البيت الأبيض، تبع يعني النظام الرئاسي في أمريكا هو نظام صارم، الرئيس هو اللي بيحط الرؤية والوزراء بينفذوا الرؤية بتاعت الرئيس. لو حصل أي خلاف ما بين وزير وبين الرئيس بيستقيل الرئيس وبيستقيل الوزير وبيمشي يكمل الوزير، فلا يمكن هناك خلاف. ولكن جون كيري مكمل على نفس الرؤية اللي كان شغال فيها قبل كده، ولا أعتقد أن فيها اختلاف. جون كيري قال أن الجيش يحمي الديمقراطية في مصر، دعم الجيش كثيرا عندما جاء وزارة مصر كثيرا، لم ينتقد الجيش انتقادات كبيرة، بالعكس هو داعم. ولكن احنا رأينا ان هو حتى الكونجرس نفسه اللي هو كان الكونجرس فيه ثلاث لوبيات كبيرة كانت شغالة على موضوع مصر، اللوبي الايباك اللي هو اللوبي اليهودي، واللوبي صناعة السلاح، ولوبي الخليج، ثلاث لوبيات كبيرة. الثلاث لوبيات الكبيرة دول ما كانش عندهم مشكلة على مصر، ما كانش عندهم مشكلة ان الكونجرس يحول الملف ويدي يفوضه للخارجية الأمريكية. فمعنى ذلك ان هم عارفين ان الخارجية الأمريكية اللي بتتبع اوباما موقفها كويس من مصر. لو كان في خوف على ان الرئيس اوباما يوقف اي مساعدات ما كانوش فوضوا هذا التفويض، فهم كانوا عارفين ان بالعكس ده هو احسن يديله هذا التفويض. تمام. دكتور عاطف عبد الجواد معنا من واشنطن. في الواقع يعني انت تحدثت في البدايه عن العلاقه الاستراتيجيه، ما هو المطلوب استراتيجيا من مصر الان ومن اي نظام في مصر حقيقه فيما يتعلق بالعلاقه الاستراتيجيه مع الولايات المتحده؟ للولايات المتحدة عدد معروف من المصالح الاستراتيجية في مصر. العنصر الأول هو البحرية الأمريكية أو السفن الحربية الأمريكية لها أسبقية في عبور قناة السويس في أي وقت. الولايات المتحدة تريد صيانة هذه الميزة نظرا للأوضاع في المنطقة وبصورة عامة في كل وقت من الأوقات. الولايات المتحدة تتمتع بميزة من مصر تتمثل في حرية عبور المجال الجوي المصري، والولايات المتحدة طبعا تريد الحفاظ على هذه الميزة. والميزة الثالثة هي الولايات المتحدة لها مصلحة كبيرة في استقرار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ومنع نشوب حرب أخرى في المنطقة واستقرار الحدود. والولايات المتحدة ترى أن مصر لها أهمية من حيث تحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها. وأخيرا النقطة الأخيرة الآن الراهنة هي طبعا الولايات المتحدة تسعى وتريد دورا مصريا نشطا في مكافحة داعش. طيب، هل الولايات المتحدة تريد قوات على الأرض فعلا، قوات مصرية على الأرض في خارج القطر المصري؟ مصر لها قوات في الإمارات العربية المتحدة، ومن يقول غير ذلك لا يتابع الأحداث عن كثب. مصر أرسلت قوات مصرية إلى الإمارات العربية المتحدة أولا تحت ذريعة التدريبات أو المناورات العسكرية المشتركة مع الجيش الإماراتي، وبعد انتهاء المناورات بقيت قوة من الجيش المصري في الإمارات مرابطة هناك، لا تشارك فعليا لكنها رهن الاستعداد. كما توجد أيضا قوة من أستراليا موجودة في الإمارات. الولايات المتحدة تعتزم الترتيب مع الجيش العراقي وقوات أخرى مشاركة في شن حرب شاملة واسعة ضد داعش في العراق أولا في أوائل الربيع المقبل. أرجو تبقى معنا دكتور عاطف عبد الجواد. نشوف أيضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف يتابعون العلاقات المصرية الأمريكية. سامي يحيى. نعم زين، العلاقة الملتبسة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر وبين أوباما وبين السيسي تثير لغط كالعادة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي أحيانا عدو للطموح المصري وأحيانا أخرى داعمة جدا لأفكار عبد الفتاح السيسي حسب الإعلام، مما انعكس على تعليقات المتابعين. ونبدأ بحساب خوخة بتقول إرهاب إيه، هما بيغنوا على بعض، أمريكا بتقتل القتيل
وتم شفقانسته من وجهة نظر هذا الحساب. أيضا إسماعيل بيقول دفعت شحن للسيسي كي يكمل الاعتقالات وقتل المصريين عامة والتيارات الإسلامية بوجه خاص من وجهة نظر إسماعيل. أيضا حساب طالب الجنان أكيد أوباما بيطمن على قائد الأسطول المحبوس في مصر وعايز يبعث له عيش وحلاوة، بس سيبك أنت أوباما ده إخوان من وجهة نظر طالب الجنان اللي بيسخر من ترديد هذه العبارات. أما حساب إبراهيم أحمد بيقول السيسي منقذ مصر، وياريت الكل يعرف كده من وجهة نظر حساب شفعي إبراهيم أحمد. وننتقل إلى تويتر، نبدأ بحساب الفنان خالد أبو النجا بيقول الأهرام، بيقتبس من منشط الأهرام، السيسي في اتصال مع أوباما ملتزمون بإكمال خارطة الطريق ومواجهة التطرف، حد يفهمنا فين الخارطة دي. وأيضا التغريدة الأخيرة بحساب ميزو بيقول السيسي ألو أنت مش نايم المغرب ليه أوباما؟ أوباما معلش كنت مزنوق أمرني. السيسي إحنا ملتزمون بإكمال خارطة الطريق ومواجهة التطرف. عودة إليك زين. أشكرك شكرا جزيلا حسام يحيى. أعود إلى ضيفي في القاهرة عبر الهاتف الدكتور حسن نفعة. هل فعلا يعني دكتور عطف عبد الجواد تحدث عن المحددات الاستراتيجيه للعلاقه المصريه الامريكيه، وهي معروفه يعني كل الناس عارفينها، لا سيما معاهده السلام، لا سيما المرور الجوي والمرور البحري من قناه السويس وما والى غير ذلك. فيما يتعلق بمعاهده السلام، المفترض ان سيناء تظل امنه مستقره. هل في ظل وجود أنصار بيت المقدس اللي هم سموا نفسهم دلوقتي ولاية سيناء، يمكن للنظام المصري أن يزعم أنه يحافظ بنجاح على معاهدة السلام مع إسرائيل؟ يعني لم كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم مصر منذ السادات الذي أبرم معاهدة السلام مع إسرائيل وهي تحافظ على هذه المعاهدة، ولم يقل أي نظام حتى هذه اللحظة بما في ذلك نظام الدكتور محمد مرسي ونظام الإخوان أنهم يمسون هذه المعاهدة أو ينوون إلغائها أو يحاولون. هو مش ده سؤالي الحقيقة دكتور حسن، أنا سؤالي هل يستطيع هذا النظام أن يقول الآن أنه يحافظ بنجاح في ظل وجود تنظيم الدولة داخل سيناء على معاهدة السلام؟ بالعكس، معاهدة السلام مصنع، ويعني تنظيم داعش بيعطي يعني أولا وجود هذا التنظيم داخل سيناء هو أحد الثغرات، يعني نجم عن ثغرة موجودة في معاهدة كامب ديفيد وكل الوطنيين المصريين أحسوا بها منذ اللحظة الأولى، لأن سيناء أو جزء كبير منها يعني أفرغ من الجيش المصري، وهذا الفراغ العسكري هو الذي أدى إلى دخول أو ولوج المنظمات المتطرفة في سيناء. لكن الآن الجيش المصري يستطيع أن ينتشر في سيناء وأن يحارب هذا الإرهاب، وهو بالتالي حتى تجاوز المسائل الأمنية. لكن الصحف الأمريكية الحقيقة تقول غير ذلك، تقول أنه الفيديو الأخير بتاع ولاية سيناء أو أنصار بيت المقدس اللي بيتحدث بيوثق أو بيبين كيف تمكنت عناصر هذا التنظيم من عمليات عديدة داخل سيناء، يؤشر إلى أن النظام الحالي في مصر غير قادر على توفير الاستقرار وحماية الحدود مع إسرائيل. لا بالعكس، يعني أولا ظاهرة التنامي القوى الإرهاب ظاهرة عامة، ونحن نرى يعني أن داعش الآن تحتل أجزاء من دولة العراق ومن دولة سوريا وتمتد شرقا وغربا في كل المنطقة العربية. مصر من الدول القليلة الباقية المتماسكة التي تستطيع بفعالية أن تقاوم الإرهاب، وهي تقاومه بفعالية في سيناء، ولكن الخطر كبير، ومصر لم تكن هي السبب في تفريخ هذا الإرهاب. الإرهاب تم تفريخه في مناطق أخرى من العالم العربي وهو يتمدد الآن بكل ضراوة، ويعني أعتقد أنه يعني الكل الآن يدرك أن مصر تستطيع الآن أن تقاوم، وأنها إذا صمدت فسوف يكون هذا مقدمة لتراجع الإرهاب في المنطقة كلها. أشكرك. أما إذا سقطت مصر تحت ضراوة هذا الإرهاب في المنطقة كلها وقعت وانتهت.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أعود إلى ضيفي في واشنطن الدكتور عاطف عبد الجواد المحاضر في العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. هنالك أصوات في الولايات المتحدة تعتقد أن النظام في مصر هو السبب في الإرهاب الحقيقة، يعني ده كلام جون ماكين، كلام لينزي جرام، كلام ناس كتير أكاديميين يعتبرون ذلك. والمقال الأخير أعتقد فيه نيويورك تايمز أو الواشنطن بوست يتحدث عن أنه هذا النظام أثبت بعد عمليات تنظيم الدولة أنه غير قادر حتى على حماية المصالح الاستراتيجية. نعم، الأمر هناك انقسام في الولايات المتحدة بدون شك بين الزعماء والساسة وبين الرأي العام والصحافة هنا، والأمر يتوقف على من تتحدث إليه. البعض يرى عكس هذا والبعض يقول هذا الكلام سليم. دعني أذكر هنا بأن إبان انتفاضة 25 من يناير 2011 كان الجنرال المصري سامي عنان متواجدا في الولايات المتحدة وقرر أن يذهب يعود إلى مصر فورا لمتابعة ليكون هناك أثناء هذه الأحداث الجسام، وأرسل له الرئيس أوباما برئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية إلى مطار قاعدة أندروز الأمريكية هنا قبل سفره لكي يسأله سؤالا واحدا. قال له الجنرال الأمريكي، سأل الجنرال عنان سؤالا من الرئيس أوباما، قال له: سيد عنان، هل يعتزم الجيش المصري استخدام القوة ضد المتظاهرين في القاهرة في ميدان التحرير؟ وجاء رد الجنرال عنان بالنفي القاطع وقال: الجيش المصري لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المصريين. دعني أخذك بعد سنة من هذه الأحداث، ربما أكثر من ذلك، عندما وجدت الولايات المتحدة فجأة العناوين الرئيسية تتحدث عن قيام قوات الأمن بقتل حوالي 800 مصري لمجرد اعتصامهم في ربعة وأماكن أخرى. أشكرك. إذن الولايات المتحدة أصابها الاحتيار، الحيرة في ما تراه الآن. شكرا. هل القوات المصرية ملتزمة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين المصريين أم أنها ملتزمة بضرب المتظاهرين؟ أشكرك. هذا جزء من السبب الذي أدى إلى هذا الانقسام. شكرا جزيلا دكتور عاطف عبد الجواد المحاضر في العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أعود سريعا إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد غانم الكاتب والمحلل السياسي. من يضمن المصالح الاستراتيجية لأمريكا في الواقع في أي منطقة في العالم؟ هو من تلعب معه أمريكا. لكن إذا استشعرت أمريكا أن هذا اللاعب في خطر وأنه غير قادر، تتغير المعادلة. إذن في مصر أمريكا لا ترى أي خطر على النظام الحالي في مصر؟ نعم، يرى النظام الحالي يمكنه أن يستمر إلى فترة إذا استمر الدعم الخليجي، والدعم الخليجي كان مستمر، الدعم الاقتصادي الخليجي، ولأن ملف مصر نفسه وملف حقوق الإنسان تراجع بعد الملف الأساسي اللي هو ملف الحرب النفط مع روسيا وإيران، وملف بعد كده داعش، وأصبح مصر هي المرحلة الثالثة. مصر أعتقد أنه تم إمهال السيسي حتى مارس من الخليج، حتى مؤتمر الاقتصادي في مارس الذي يتم فيه مراجعة سقف المعونات الاقتصادية التي تقدمها الخليج إلى مصر. وبالتالي حتى السيسي لما تكلم ربط الانتخابات النيابية وقال الانتخابات النيابية ستتم قبل مارس وتم ربط. الأهم في هذا النقطة هي يعني الذين تكلموا في السياسة الأمريكية تكلموا عن أوباما نفسه، شخصية أوباما نفسه، لأنه مهم جدا في المعادلة دي، لأن الرئيس في المرحلة الثانية من انتخابات بتاعته دايما بيكون مهم شخصيته، لأنه خلاص الضغوط. واضح أن أوباما مش من الشخصيات دي. لا، الضغوط اتشالت، لأنه هو بقى هو دلوقتي يوم قالوا أن هو أوباما تحول من الأكتيفست للريالست، من الشخص اللي هو له آمال زي أكتيفست لشخص يتعامل مع الواقع، والواقع أنه يجب أن يتعامل مع الخليج ويرضي الخليج، والخليج يريد السيسي لأنه يريد الخليج الحلف، يريد هذا الحلف الذي يكونه في الخليج الآن أن يستمر، لأنه سيكون الليجاسي التي هو يريدها. شكرا شكرا جزيلا دكتور أحمد غانم الكاتب والمحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة، ضيف المسؤول. شكرا جزيلا. وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. مصر في العالم الموازي، هاشتاج جديد أطلقه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تصورهم لبلدهم التي يحلمون بها. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور،
ودليل تتبعه الأمة. الكلمة زلزلت الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية. سيتوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر على قمر عربسات بدر 4 وبدر 5. إذا كنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمناطق المحيطة بها، اضبط جهاز الاستقبال على القمر سهيلسات لتجنب انقطاع الخدمة. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا sat.aljazeera.net. أمنيات وأحلام يقظة ممزوجة بسخرية الشباب كالعادة، سخرية لا تعرف سقفا، تواردت بالألاف على هاشتاج جديد ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان مصر في العالم الموازي، حيث عبر الشباب عن مصر التي يحلمون بها بعيدا عن الواقع الذي يعيشون فيه وينظرون إليه بمرارة يغلفها الألم على أحوال أم الدنيا في كافة المجالات. وتخيل المتفائلون مصر وقد غاب عنها الفساد وحققت لمواطنيها الحرية والعدالة وقضت على التحرش ومنتخبها لا يغيب عن كأس العالم، فيما ظهر اليائسون بصورة محبطة تتزايد فيها الأزمات الحالية، حتى قال أحدهم مش هسمح لك تقول مصر تاني. عندما يجتمع بؤس الواقع مع صعوبة تغييره والأهم شعور الشباب بانعدام دوره في صياغة المستقبل، فإن الطرق تؤدي إما إلى إبداع ساخر طالما تميز به المصريون، أو إلى حالة حنين إلى ماض مجيد أو حتى عادي ولكنه مفعم بالأمل خال من الإحباط، فتنتشر مقاطع الذكريات من الثمانينيات والتسعينيات طفولة جيل الثورة أو مراهقته. أو ربما كان أفضل من تلك النوستالجيا ابتكار عالم جديد كليا، عالم متصور تغدو فيه مصر أفضل وأجمل. مصر في العالم الموازي، هاشتاج جديد أطلقه الشباب المصريون على موقع تويتر لعرض تصوراتهم أو أحلامهم، مع لمحة السخرية العتيدة التي قد لا يخلو منها نقاش شبابي يتعلق بأوضاع مصر السياسية أو الاجتماعية، وفي النقاش يظهر الحالمون كما يظهر اليائسون. ويظل العالم الموازي حلاً محتملاً لمن فقد الدور أو الأمل في العالم الواقعي، ولكنه لا يزال مضطراً للانتماء لوطن ولد فيه وأحبه ولا يتصور أن يرضى عنه بديله. يا شاء ربك، لا إله إلا الله، إنك تتولد في الحتة دي تحديداً، هنا هنا هو في مصر، وكمان تعيش فيها. ليه؟ إيه عم في إيه؟ ليه؟ الله، ليه كده؟ ليه؟ أعصابك يا فوزي، يعني أفهم ليه عملنا إيه؟ عملنا إيه يا محسن؟ إهدى، قولي، طيب قولي قولي، فهمني قولي. يا فوزي يا فوزي، اقعد يا فوزي. الله، دي مؤامرة. مش كده يا عم الحاج؟ هو احنا كفرة ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. في ايه؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ اللهم الاعتراض. ايه يا جدعان؟ اللهم no objection.
للحديث حول هذا الهاشتاج مصر في العالم الموازي وطريقة الشباب في التعبير عن أحلامهم للوطن. ورحب بضيفي في استوديو مصر ليلى محمد الأنصاري، محلل محتوى شبكات التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي هشام مبارك، مدير تحرير صحيفة الأخبار القاهرية. أهلا وسهلا بك. لكن أبدأ بك محمد الأنصاري، يعني شعور بالمرارة والسخرية في نفس الوقت، لكن يعني ده جديد؟ يعني ما احنا طول الوقت بنقول كده، يعني في المشمش مش هيبقى قابلني، مش حاجات زي كده، يعني طول عمرنا عندنا النبرة الساخرة ديت في هو بالضبط، هو كان من الواقع يعني هو ده شيء موجود بشكل دائم وبكل فترة بيجي يتكرر تاني. هو اقرب ما يكون لمحاولة الخروج من فكرة الإحباط نتيجة اللي حصل خلال فترة فاتت كلها، سبب الشباب درجة من الإحباط، فبيرجع للمكان اللي بحس ان هو بيقدر يتكلم فيه بشكل راحته ويخلق الرؤية اللي هو شايف انها اقرب. جزء كبير منها ساخر جدا وبان، او جزء كبير منها حتى في ابعاد اجتماعيه وفي ابعاد انسانيه، مش بس ابعاد سياسيه. عشان يعبر عن ان انا لا، يعني انا ما انهزمتش كليا، او كانها اشاره ان انا لسه عندي جزء من الحلم باقي شويه، ممكن حتى لو في صورته ساخره. يعني ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في الهاشتاج دوت؟ والله يمكن تكون جزء الحاجات بتاعت هو اداؤه عامل ايه الاول؟ نبدا باداؤه، يعني اداؤه عامل ايه؟ يعني والله هل هو منتشر فعلا على السوشيال ميديا ولا متواضع ولا ايه بالظبط؟ ما هوش من اعلى الحاجات على مدار فتره طويله، بس النهارده كان من الحاجات العاليه، كان عدد امبريشنز عليه عدت اكتر من 70,000 امبريشنز. عدد الناس اللي تفاعلت عليه عدد كبير. الواحده من الحاجات باينه اللي تفاعل عليه مش بس الناس المشهورين في تويتر، لا ده هو ده ناس حتى عاديه، عدد الفورز عندهم ربما يبدو قليل يعني، بس حسوا ان ده قريب منهم فتفاعلوا معايا بشكل او اخر يعني. احنا عندنا يعني تصنيفات، عملنا احنا تصنيفات للتويتات اللي جت النهارده، يعني مثلا في باب العداله والحريه وحقوق الانسان فيه مجموعه من التويتات، عايز حد بيقول ان هو عايز مصر في العالم الموازي يبقى السجون ما فيهاش سياسيين، ونص السجون قفلوها لانها خاليه تماما، انك تعيش حياتك عادي من غير ما يظلمك حد ومن غير ما حد ياخد حقك لانه عنده واسطه، وما تموتش في حادثه قطر او ميكروباص من غير ما تتثبت، وانه بقى فيها انه بقى مصر عندها ان مبارك واللي زيه يتحاكموا، وانه حمدين صباح يكون فاز في انتخابات الرئاسه، وده ناقص يقول والزمالك يكسب كمان يعني. والله هي التويتات ما فصلتش قوي بين الجزء السياسي والجزء الاجتماعي، انا حتى تلاقي في تويتات مصر ما فيهاش زحمه ولا زباله ولا سياسه ولا الاهلي، يعني هتلاقي في جزء من التويتات كده، هتلاقي في جزء مصر فيها ديمقراطيه وفيها حريات وفيها بنات بتعرف تركن وتسوق، فتلاقي التويت نفسها هي فيها الجزء ان هو جوه النفسيه بتاع الشخص، هو ما بيفصلش بين الجزء السياسي وبين الجزء الاجتماعي على قد ما هو عنده صوره للبلد اللي هو عايز يعيش فيها. طيب. محتاج يشوف. طيب معنا ايضا الاستاذ هشام مبارك، مدير تحرير جريده الاخبار. الحقيقه انا مش شايف احلام، انا شايف حقوق، يعني في التويتات كلها، يعني واحد يقول انا عايز الست توصل لرئيس الجمهوريه، يعني هو ده حلم؟ انا فكرت مثلا حد هيقول نطلع القمر زينا زي كل الناس اللي طلعت، ان احنا نروح نشوف لنا كوكب كده ناخده على حسابنا زي الدول اللي بتبعت يعني مركبات فضاء الى كواكب بعيده، يعني ما حدش فكر خالص، ما حدش طلع، كل الاحلام واقعيه ان هو عايزين نعيش بس تقريبا، يعني كلها حوالين عايزين نعيش. هل لان الناس يعني ما عندهاش امل كبير في ان هو الحاجات الاحلام دي تتحقق، فبالتالي ما بيحلموش، فقط بيتكلموا بسخريه ومراره عن حقوق المفروض ياخدوها مش عارفين ياخدوها؟ انا شايف ان احنا فقدنا يمكن حتى القدره على الحلم، وده اخطر ما بيواجهه المصري في الفتره الاخيره. يعني احنا كان عندنا حلم كبير جدا في 25 يناير، سواء شباب سواء كبار اطفال نساء، كل فئات المجتمع المصري كان عندها حلم كبير جدا. الحلم ده اتصدم بصخره، صخره الواقع، ان هو لازال الموضوع مش بايدينا زي ما احنا كنا متخيلين. احنا كنا متخيلين بنشيل نظام وبنجيب نظام ونعرف بقى نحاسب النظام الجديد زي ما جبناه، لكن واضح الحلم ده اتصدمنا صدمه زي ما يكون سفينه احلامنا اتصدمت في صخره زي تايتانيك كده لما اتفجرت في المحيط. فده خلى عندنا نوع من انواع، حتى دلوقتي رجعنا ابسط الاحلام بقت احلام، او ابسط الحقوق زي ما حضرتك سميتها بقت احلام. احنا بنحلم دلوقتي بالحاجات البسيطه جدا، بقت حلم كبير جدا بالنسبه لنا، مش عارفين هنعيش لغايه لما يتحقق ولا لا.
فالحكايه دلوقتي متلخبطه. احنا كنا طيب احنا سقف الاحلام نزل يعني نزل من امتى؟ لان انا فاكر في ال 18 يوم احنا كنا بنتكلم على مصر كنمر على النيل، يعني كنا بنستدعي تجربة النمور الآسيوية اللي انطلقت اقتصاديا وانطلقت سياسيا وأصبحت من الدول من الاقتصاديات الكبيرة في العالم. ده في ال 18 يوم وما بعد ال 18 يوم بتوع 25 يناير. احنا دلوقتي احلامنا نزلت، بدأت تنزل من امتى؟ يعني انا في رأيي ان الصخرة اللي اصطدمنا بها كلنا هي سنة 30/6، صدمة 30/6 اللي اعادت المصير لنقطة الصفر. ومش بس نقطة الصفر، ده احنا بقت نقطة الصفر اساسا حلم بالنسبة لنا مش عارفين نوصل له. رجعنا قبل نقطة الصفر عشان نقدر نرجع لنقطة الصفر اللي كانت حتى ايام مبارك بقت حلم. النهارده الناس بتقول يعني ولا يوم من ايام مبارك، وايام مبارك كان فيه حرية افضل. انا رايي ان كان تصاعد الحلم او الحلم كان بيتصاعد عندنا الى ان انتخبنا الدكتور محمد مرسي، وكلنا ناس كتير كانت بتنزل تحاسبه في الشارع. لكن الطريقة التي تم عزل بها الرئيس محمد مرسي والسطوة على السلطة، ده أعاد مصر في رأيي وحطم كل الأحلام اللي كان الشباب بيحلم بيها. طيب احنا عندنا مجموعة من الأحلام الأخرى الخاصة بالبنات والتحرش وكده، من ضمن الأحلام محمد الأنصاري إن البنات بتلبس لبس بناتي والرجالة بتلبس لبس رجالي، إن مفيش تحرش في الشارع، مفيش حد بيحاكس حد غير القطط. يعني أنا عايز أعرف إيه حكاية القطط؟ إنه التحرش فيها القطط وبس، إيه المقصود؟ لا يعني هو فكرة ظاهرة التحرش يعني بقت زادت، ده مش معناه إن هو ينفع حد يتحرش بحد عشان جميل، بس قصدي زادت بقت تحرش بأي واحدة حلوة، الجميلات يعني حلوة وحشة، بقى التحرش بأي واحدة فعلا لمجرد انها انثى كبيره صغيره يعني. ف طيب فانا بس كان عندي تعليق على ان هو امتى اتكسر الحلم. يبدو من على الاقل من نصوص ناس كان هو التكسير ما جاش في لقطه على قد ما على مدار فتره طويله قوي، وان هو مش بس في اصطدام بلقطه سياسيه رغم اهميتها على قد ما هو لا في اصطدام بمشاكل اجتماعيه كتير. زي الناس قاعده تتكلم في زي ما حضرتك قلت عن حقوق، زي بحلم ان انا اتخرج الاقي شغل، بحلم ان انا اعيش يعني بحلم ان هو يعيش زي البني ادمين. انا وكان في من ضمن حاجات يعني اخر بحلم ان انا اعرف اسافر من غير ما احتاج لفيزا، فكانه ان هو حتى مش حلم، هو رغبه في بدايه حياه طبيعيه بس ابداها بره. المصريون يريدون التطبيع، تطبيع الحياه يعني مش تطبيع مع اسرائيل. نشوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقاتهم اللي زميلنا حسام يحيى انتقاها من هذا الهاشتاج ومن غيره. حسام. نعم زين. طموحات وأحلام الشباب في الفن والسياسة والرياضة عبر هاشتاج مصر في العالم الموازي. نستعرض الآن بعض هذه التعليقات والتغريدات، ونبدأ بحساب ريهام فرغلي اللي عندها تخوف من عاقبة هذا الهاشتاج. بتقول هاشتاج نكتب فيه أملنا وأحلامنا كمصريين وتبقى الخطوة اللي جاية وزارة الداخلية هتعتقل كل اللي بيحلم بتهمة رفض الواقع وإهانة السلطة مثلا ريهام. أما حساب ميكي سلطان بيقول أحب مصر في العالم الموازي، نرجع نحب بعض زي زمان، والبيوت تفضل أبوابها مفتوحة وما تخافش من حد يدخل علينا ويهددنا. أيضا تعليق آخر من حسين أبو شقرة بيقول مصر اللي في العالم الموازي هتحترم المواطن المصري في الداخل وهيحترم في الخارج بناء على احترام الدولة المصرية ليه. أما أسامة بيقول نأمل ألا يقتل الأبرياء ويسود العدل وينعم الشعب بالحرية ونتألم من عكس ما سبق مصر في العالم الموازي. أيضا حساب هبة بيقول خبر وفاة مبارك يكون حقيقي مش إشاعة، مصر في العالم الموازي بمنطق كل من عليها فان. ننتقل سريعا إلى تويتر، نبدأ بحساب عبد الرحمن بيقول زي ما السيسي قال محدش هيقدر يرجعنا لورا، لأننا من كتر ما رجعنا ما عادش في مكان نرجع فيه أكتر من كده، مصر في العالم الموازي. أما حساب كوميدي بيقول الجامعات كلها هتبقى زي الجامعة الأمريكية من وجهة نظر هذا الحساب الساخر. أما حساب بعنواني 25 يناير بيقول ميزانية المعامل والمكتبات فيها هتكون قد ميزانية الداخلية والجيش أو حتى نصهم، طبعا مصر في العالم الموازي. أما حساب ألف به حرية بيقول المواصلات مريحة ومش زحمة وبتوصل لكل حتة في البلد، مصر في العالم الموازي. التغريدة الأخيرة بحساب ميمونة بتسأل، بتقول تسأل حد عن عنوان ويقول لك ما عرفش، هو ده بقى مستحيل. ده مستحيل. طيب في كمان مستحيلات تانية زي ان الزمالك يكسب مثلا، مش عارف الأستاذ هشام مبارك زملكاوي ولا لا، لكن في حاجة برضو سياسية بتقول انه ما يكونش حد قافش في صورة رمز سياسي او حاكم وهريها بوس ولا كأنهم ضربين ورقتين عرفي. تفتكر ده ممكن يحصل امتى أستاذ هشام مبارك؟
لما الزمالك ياخد الدوري اكيد. يعني في المشمش يعني هيحصل بالتوازي مع فوز الزمالك باي بطوله حتى بلاش الدوري. يعني انه واضح ان احنا يعني احلامنا كزملكاويه يعني انهارت تماما. وكل لسه النهارده واحد بيقول لي تفتكر عمالين بتفوزوا الايام دي كده ورا بعض تفتكر هتفوزوا بالدوري السنه دي؟ قلت له يعني دي عادتنا ومش هنشتريها. يعني احنا بنفضل نفوز كده في الاول لغايه الدور الثاني نبدا نلاقي الزمالك في النازل يعني. طيب برضه في حلم ثاني بخصوص الجامعات والشباب بقى، بيقول لك ان موظفين شؤون الطلبه يكونوا معروفين بكرم الاخلاق، هو ده يعني حاجه مش موجوده دلوقتي؟ والله ما اعرفش يقصد ايه بكرم الاخلاق يعني واحد. لكن انا من ضمن الحاجات اللي لفت نظري جدا ان في حد عايز مصر بدون ريان سعيد واحمد موسى، واعتقد ده صعب جدا لان دول ده صعب جدا. يعني علامه من علامات ان العهد الجديد والنظام الجديد. ولا لو اختفوا تبقى كده القيامه قامت يعني بقى ولا ايه بالظبط؟ فما اعتقدش لو يعني دول رمز، بقول لحضرتك من رموز العهد الجديد والنظام الجديد، فما اعتقدش ان اختفاء. طيب في الرياضه برضو بيقول لك انه من الاحلام ان الالتراس يحبوا بعضيهم، مش كانوا بيحبوا بعض؟ مش كانوا بينزلوا مع بعض في الثوره ولا ايه؟ يعني برضو ده موضوع صعب جدا. يعني لو ربطناه بفوز الزمالك بالدوري ده معناه ان احنا يعني داخلين على كوارث مش بس كارثه واحده. ما اعتقدش هذه الظاهرة السيئة من وجهة نظري انها ممكن تدينا يعني اي علامات ايجابية خلال الفترة الماضية. مع الاسف انا شايف برضو ان احلام الالتراس تحطمت مع مذبحة بورسعيد، لان احنا دي المذبحة اللي قضت على اي امل في ان يكون في روح رياضية في مصر. يعني مش عايزين نفقد الامل برضو، هذا لازم احنا عندنا قدرة على الحلم وقدرة على الامل. انا هقول لك شوية هاشتاجات دلوقتي هتخليك تفقد الامل بسرعة جدا. يعني خلينا نسأل محمد الانصاري، يعني من ضمن الاحلام مثلا ان الشوارع تبقى نظيفة، وان موظفين الحكومه يشتغلوا في مكاتب ما فيهاش درج. والدرج ماله يعني؟ عشان الرشوه، عشان الرشوه. بس فعلا الاحلام بدات زي ما حضرتك قلت تتكلم على ان هي مطالب طبيعيه جدا. ده في احلام كانت بالاحباط لدرجه ان هو مصر في العالم الموازي مش موجوده، يعني كل مطلوب بس هي مصر ما تبقاش موجوده فالدنيا هتبقى كويسه زي الفل، او مصر في العالم الموازي ما لهاش صوره. فاحيانا بيبقى كم الاحباط شديد لدرجه ان حتى فكره ان الواحد يقدر يتصور حلم ده مش موجود. او وقت ما بيحلم بحقائق وموضوع بسيط جدا اللي هي الجزء البسيط اللي هو محتاج. طيب لكن ده يعني ده مجرد الهاشتاج ده مجرد يعني عارض بيطلع كل شويه. يعني مره كان في هاشتاج قبل كده بيتكلم على حاجه تانية تقريبا نسيته بس، لكن بيتكلم على حاجه مشابهه. انه والله هو الصيغه نفسها او الكلمات اللي هي مصر في العالم الموازي ممكن يكون اللاطي، بس فكره ان هو دايما وجود مجموعه من الناس او عدد كبير على العالم الافتراضي نفسه وتفاعلهم فيه هو احيان كتير بيكون منفصل عن الواقع. يعني دايما بلاقي ان بالذات في فترات الاعياد بتلاقي دايما رفض كتير لفكره التحرش، مع ان واقعيا في الشارع ده بيحصل بنسبه كبيره. ففي حاجات كتير بتلاقي بس من الواضح ان الناس عايشه المشاكل بس عايزه تهرب منها. هتعمل ايه؟ بيكلموا بيفضفض. ما ده قصدي ان هو دايما في محاوله، يعني مش شايف حاجه مش واقعيه، كلها حاجه العالم واقعية. الافتراضي ده حتى لو مش على هاشتاج ده هي وجود الشخص على تويتر او هو محاوله لبناء العالم الافتراضي. برضو من الاحلام انه حميد الشاعري يغني لوحده، وانه ان فيفي عبد الناصر ما تبقاش ام مثاليه، وان فيديوهات للكبار فقط ما تجيبش اكتر فيديوهات. وان افلام السفكي وافلام الاسفاف مش ما تكسبش، وان يبقى في اعلام مهني يحترم عقليه المشاهدين ولا يجامل او يزايد على حقيقة الأحداث. دي مش أحلام، دي حقوق للشعب المصري. أشكر ضيفي في هذه الفقرة محمد الأنصاري المحلل لمحتوى شبكات التواصل الاجتماعي، وشام مبارك مدير تحرير صحيفة الأخبار. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مصر الليلة، وتابعنا فيها هذه الموضوعات. معارضو الانقلاب العسكري يتظاهرون في القاهرة وعدد من المحافظات تحت عنوان معا ننقذ مصر، والأمن يشن حملة دهم واعتقال في قرى ناهية بالجيزة والميمون ببني سويف والمهاجرين بالأسكندرية. أهالي بالشرقية يسحلون شخصا اتهموه بالتحرش، وفتيات ينشرن صور متحرشين على الفيسبوك، وتنظيمات مدنية تنتشر لمواجهة الظاهرة. أهكذا يتعامل المجتمع حينما يغيب القانون؟ أوباما يعرب للسيسي عن قلقه من المحاكمات الجماعية، وصحيفة كريستيان ساينس مونيتور تقول إن العلاقة بين واشنطن والقاهرة عادت لطبيعتها قبل ثورة يناير.
مصر في العالم الموازي هاشتاج جديد أطلقه مستخدمو مواقع التواصل للتعبير عن تصورهم لمصر التي يحلمون بها. حتى ليلة مسيرة أخرى وسهرة، نتمنى أن تكون أفضل من سابقتها. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.